السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم، يا رب ينعاد علينا جميعا بالخير كله باذن الله، ويرفع عنا الوباء جميعا باذن الله. طيب، دلوقتي بالنسبه للمحاضره النهارده ان شاء الله، احنا طبعا كنا المحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا على انترودكشن سريعه جدا عن الفارماكوجنوزي، ويعني ايه فارماكوجنوزي، ويعني ايه ميديسينال بلانس، واتكلمنا على دور الفارماكوجنوزي في المودرن ميديسن، وشرحنا بعض الكونتريبيوشن بتاع الفيلد ده او العلم ده في مجال اكتشاف الادويه او دراج ديسكفري. وبعد كده بدانا بعد كده نتكلم على الميتابوليك بلانت سيل، وقلنا ان احنا هنقسم النبات لمجموعه من الليفلز. اقل ليفل موجود في النبات هو السل، بعد كده السيلز بتبتدي تجمع مع بعض وتعمل تيشوز، التيشوز تجمع مع بعض وتعمل اورجانز وهكذا. فبالتالي هنتكلم على كل ليفل من دول. المحاضره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على الميتابوليك بلانت سيل، ويمكن قلت لكم في اخر المحاضره ان احنا اديتكم فيديو، يا رب تكونوا اتفرجتوا عليه. الفيديو ده تقريبا ملخص كل الاورجانلز بتاعه البلانت سيل ودور كل اورجانل منهم في او وظيفته في الشغل بتاع الخليه نفسها. النهارده كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي الاول اجمع النقط دي او اجمع الحاجات اللي اتقالت في الفيديو ده في صورة سلايدز ورا بعضها، بحيث نقدر نشوف الكلام اللي فعلا قلناه في الفيديو بشكل مفصل سنة بسيطة على كل اورجان منهم، وفي صورة مراجعة سريعة كده للكلام اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت. وبعد كده ان شاء الله هبتدي اتكلم معاكم على البلانت سيل وول والبلانت سيل ممبرين، لان دول ما اتكلمناش عليهم خالص في الفيديو، وبالتالي هتكلم عليهم بتفاصيل شوية. ويبقى كده خلصنا السيلولر ليفل، بعد كده ننتقل ان شاء الله للتيشو ليفل، ونبتدي نشوف انواع التيشوز اللي موجوده في البلانت. تعالوا نشوف كده مع بعض المحاضره بتاعتنا هتشتغل ازاي. اول حاجه ان شاء الله عندنا هنتكلم فيها هي طبعا زي ما انتم عارفين الILOs، الانتندد ليرنينج اوتكمز، او انت المفروض هتطلع بايه من المحاضره دي. المحاضره ان شاء الله زي ما قلت لكم هنكمل فيها الجزء بتاع البلانت سيل كومبوننتس ودور كل كومبوننت منهم، ويمكن ده قلناه زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت، مجرد هنراجع عليه ونزود بعض المعلومات البسيطه. وبعد كده كمان هنشوف الـ different properties of the plant cell walls and cell membranes. يبقى احنا هنا هنتكلم على السيل وول وعلى السيل ممبرين او البلازما ممبرين. وبعد كده في الاخر خالص هنبتدي نشوف السيل differentiation، يعني ازاي الخليه دي ممكن يحصل لها differentiation into tissue. تمام، فبالتالي بنتكلم على انواع التيشوز المختلفه وايه الفروقات اللي موجوده ما بينها. تمام، تعالوا نبتدي كده مع بعض الجزء الاولاني اللي هو الـ different plant cell components. يبقى احنا هنا زي ما قلت لكم شغالين لسه في جزء البلانت ستراكشر. اول حاجه في البلانت ستراكشر اللي هي الفاندمنتال يونت بتاعه البلانت هي البلانت سيل. طبعا هنا ده كان المفروض انتراكتيف كويز ان شاء الله يتعامل معانا في المحاضره للناس او للشباب اللي هي يعني هتحضر في المدرج، ولكن بما اننا برضو بندي المحاضره هنا فبرضو انا جبت لك الانتراكتيف كويز ده في الاونلاين سيشن، بحيث ان انتوا تقعدوا كده الاول تحاولوا قبل ما انا اشغل واعرف اقول الليبلز، تحاولوا ان انتوا تكونوا اتعرفتوا عليها بحيث تعرف فعلا هل انت فعلا ايه يعني قدرت تشوف او تذاكر الدايجرام بتاع البلانت سيل ولا لا. فتعالوا كده نشوف مع بعض اول ليبل هنا رقم واحد ده يمثل ايه. طبعا ده واضح قوي انه بيمثل النيوكليس بالظبط كده، وطبعا هنتكلم شو كمان شويه على دور النيوكليس. احنا قلنا باختصار شديد المره اللي فاتت ان هي دي اللي بيكون فيها الدي ان ايه ماتيريال بتاعه البلانت. وطبعا اهم كومبوننت في النيوكليس حاجه مهمه جدا اسمها النيوكليولس. تمام كده، بعد كده هيكون عندنا رقم ثلاثة، دي مميزه جدا للخليه النباتيه او للبلانت سيل اللي هي الكلوروبلاست. تمام، وقلنا ان دي المكان اللي بيحصل فيه عمليه الفوتوسينثيسز، ودي بالتالي بتكون مميزه للبلانت سيل ومش موجوده في اي خليه تانية. تمام، يبقى دي من الاورجانيز اليونيك للبلانت سيل. طيب النقطه رقم أربعة، طبعا ده هتلاحظوا ان ده الماتريكس اللي موجود فيه كل البلانت اورجانيلز او كل السيل اورجانيلز، وبالتالي ده هيكون السيتوبلازم او السيتوسول. تمام، طبعا هنا برضو في حاجة أنا ما قلتهاش المرة اللي فاتت اللي هي البيروكسيزوم. البيروكسيزوم ده من الأورجانيلز برضو اللي بتكون موجودة جوه البلانت سيل، وبيكون دوره الأساسي هو تحويل الأويلز لإنرجي. يبقى هو بيحول الأويل لإنرجي، ممكن لو الخلية محتاجة إنرجي ممكن إن هو يحول الأويل اللي موجود جوه الخلية، لأن هنشوف إن أحد مكونات الخلية في كتير من الأحيان بيكون الأويلز كبرايمري ميتابولايت زي ما هنتكلم بعدين.
وبالتالي في بعض الاحيان ممكن ان البيروكسيزوم ده لو الخليه محتاجه انرجي يحول الاويل لانرجي، فبرضه مهم قوي نعرف الفانكشن بتاعته. طيب بعد كده هيكون عندنا رقم 5. رقم 5 دي لو بصينا عليها دي اللارج فاكيول اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وقلنا ان دي بتكون فيها الايكوس ماتيريال بتاعتنا او بتكون فيها البيز بتاعتها ميه، وزي ما انتم شايفين بتشغل جزء كبير جدا من حجم الخليه النباتيه، وبرضه هنراجع عليها النهارده في السلايدز اللي جايه. بعد كده هيكون عندنا رقم 6 اللي هو ايه ده؟ رقم 6 ده واضح جدا ان هو جولجي كومبلكس او جولجي اباريتس او جولجي بوديز، كل دي اسماء صحيحه لنفس الايه المركب او لنفس الاورجانيل. بعد كده بيكون عندنا طبعا رقم 7 ده اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم، وهنشوف برضو ان هو في منه نوعين وزي ما قلنا المره اللي فاتت، ونراجع عليه مراجعه برضو سريعه. وبعد كده رقم 8 ده هو عباره عن الميتوكوندريا، تمام كده. طيب رقم 9 ده مين بقى؟ رقم 9 ده هو طبعا خفيف شوية في الصورة، اللي هو اول حاجة بره خالص اللي هو السيل وول. طبعا وقلنا ان السيل وول من الحاجات اللي مميزة جدا للخلية النباتية، بتكون بس موجودة في الخلية النباتية مش موجودة في اي حاجة تانية. وبعدين بعد السيل وول بيكون جوه في سيل تاني، سيل ممبرين تاني بنقول عليه سيل ممبرين او بلازما ممبرين، تمام. ده كده بالنسبه للايه الاستراكشر او الاوفرول استراكشر بالنسبه للبلانت سيل. يا رب تكونوا جاوبتوه صح قبل ما انا اجاوب كل الايه الليبلز. طيب تعالوا بقى نكمل مع بعض نشوف دور كل اورجانيل من دول، بالاضافه كمان لان احنا نتكلم عن السيل وول والسيل ميمبرين. اول حاجه خلينا نتفق ان ايه هو الديفرنس اباوت ذا بلانت سيل، ويمكن السؤال ده سالناه المره اللي فاتت وجاوبناه. قلنا ان المختلف عن الخليه النباتيه او اللي بيخلي الخليه النباتيه مختلفه هو وجود 3 حاجات اساسيه، هي السيل وول طبعا، تمام، وده مش موجود في الخلايا الثانيه اللي اذر يوكاريوتيك سيلز، وكذلك برضو اللارج فاكيول، الفاكيول الكبيره دي. على فكره الفاكيول ممكن تكون موجوده في بعض الانيمال سيلز ولكن ما بتكونش بالشكل الكبير ده، الفوليوم هنا بيكون كبير جدا للفاكيول دي. احنا قلنا ان هنشوف كمان شويه انها بتمثل تقريبا 90% من حجم الخليه النباتيه، وبتكون طبعا مليانه ليكويد زي ما شرحنا او زي ما قلنا المره اللي فاتت، وبيكون فيها بعض الماتيريالز اللي هي ممكن تكون نيوترينز بالنسبه للخليه زي الاليرون جرينز. الاليرون جرينز دي بتكون مخزن كويس جدا للبروتينز جوه الخليه زي مثلا الكريستلز، الكالسيوم اوكساليت كريستلز وغيره زي ما هنشوف، بيكون فيها نيوترينز كتيره جدا زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه. بالاضافه للفاكيول والسيل وول، الحاجه الثالثه اللي مميزه جدا للخليه النباتيه هي وجود الكلوروبلاست زي ما شرحنا، لان هي دي اللي بتكون المكان اللي بيحصل فيه الفوتوسنتسيس، وبتكون محاوطه بممبرين وشكلها بيكون مميز قوي، بنقول عليها نوع من البلاستيدز زي ما هنتكلم كمان برضو شويه عليها بالتفصيل اكتر، تمام. يبقى ده الاجابه على السؤال اللي كنا سالناه المره اللي فاتت، ايه هو اللي بيخلي الخليه النباتيه مختلفه؟ تعالوا بقى نتكلم شويه على الفاكيول بشكل يعني مفصل اكتر. فلما بيجي نتكلم على الفاكيول، احنا قلنا انها بتمثل 80 ل 90% من حجم الخليه النباتيه، تمام. وقلنا انها بيكون فيها جزئين مهمين جدا، كل ده قلناه المره اللي فاتت انا براجعه بس. قلنا ان فيها جزئين مهمين جدا، الجزء الاولاني هو الوول بتاع او الممبرين بتاع الفاكيول، تمام. احنا عندنا الفاكيول دي بتكون جزء ايكوس كبير جدا اللي هو بنقول عليه او بابل كبيره جدا، عشان كده ساعات نسميها ستورج بابل بالمناسبه، ستورج بابل لانها بتبقى عامله زي البابل كده كبيره، الفقاعه الكبيره جدا بيكون فيها جزء كونتنت جوه، الكونتنت ده بيكون في صوره ليكويد زي ما شرحنا، وقلنا ان البيس بتاعته او الاساس بتاعه هو الميه، والميه دي بيكون فيها مجموعه بقى من النيوترينز اهمها الان اورجانيك اينز، اهمها الشوجرز، اهمها بعض السكندري ميتابولايتس زي ما شرحنا زي الكالسيوم اوكساليت مثلا كريستلز وغيره، وبيكون فيها برضو بعض الايه الانزيمز. الجزء ده كله اللي هو الجزء الليكويد اللي موجود جوه الفاكيول ده بنسميه السيل ساب. يبقى ده من الترمينولوجي المهمه قوي اللي عايزكم تعرفوه، ان ده بيكون ليكويد وبيكون موجود فيه مجموعه من الايه من النيوترينز، واللي هي بتبقى مهمه جدا للخليه، عشان كده بنسمي الخليه دي او الفاكيول دي بنسميها ستورج بابل. ستورج بابل لانها مكان اساسا للتخزين، لتخزين الحاجات دي كلها، تمام. ساعات في بعض الاحيان بتشوف فيها بعض مثلا السيليكا، بعض المينرال سولز، حاجات كتيره جدا بتكون موجوده جوه الفاكيول. الحاجه الثانيه ان بيكون عندي حوالين الليكويد سيل ساب ده بيكون حواليه ممبرين، عشان كده هي ممبرين برضو باوندد ايه اورجانيل،
تمام. فبيكون عندي ممبرين كويس جدا، الممبرين ده بنسميه فاكيولر ممبرين، وبندي له اسم بنسميه تونوبلاست. يبقى التونوبلاست ده الممبرين اللي بيحاوط الفاكيول من بره، تمام كده؟ تمام. قلنا ايه وظيفه الفاكيول؟ قلنا ان الفاكيول ليها وظيفه اساسيه مهمه جدا اللي هي الاستورج. احنا قلنا انها بتخزن كل نيوترينز فيها او معظم النيوترينز فيها، فهي بتعمل نيوترين ستورج، عشان كده سميناها ستورج بابل، تمام كده. ودي حاجه. الحاجه الثانيه مهمه جدا انها بتكون مهمه قوي للبلانت سيل انلارجمنت. بما ان انها بتخزن نيوترينز، فنيوترينز دي النبات هيحتاجها عشان ينمو، وهينمو ازاي؟ من خلال نمو الخلايا. فبالتالي البلانت سيل انلارجمنت ده عشان يحصل محتاج يكون في ستورج نيوترينز متخزنه، او مجموعه من النيوترينز متخزنه جوه الفاكيول البلانت سيل تستغلها في عمليه الجروث بتاعتها. يبقى ده مهم جدا. الحاجه الثانيه المهمه قوي في الجزء ده ان كمان وجود الفاكيول بالسايز الكبير بتاعها ده بيخلق نوع من انواع البريشر، ويمكن انا شرحت لكم الحته دي برضو في المحاضره لما قلت لكم ان وجود الفاكيول بالشكل الكبير ده عامل زي البالونه. البالونه دي لو هي مش مليانه قوي هوا بتلاقي شكلها ضعيف جدا، لو قلنا ان الخليه هي عباره عن البالونه والهوا اللي جوه ده هو الفاكيول، فيبقى بالتالي لو البالونه دي مش مليانه هوا، الفاكيول دي مش مليانه على اخرها، هتلاقي الخليه نفسها او البالونه دي شكلها صغير جدا وملهاش شكل محدد وبتكون ضعيفة جدا. انما لما بتكبر وتكون الفاكيول دي مليانة، تمام، ده بيدي نوع من انواع البريشر، الضغط على الوولز بتاعت الخلية، وبالتالي بيعمل نوع من انواع الترجر، بنوع الترجر بريشر. والترجر بريشر ده، تمام، ده هو ده اللي بيدي الاستراكشرال ريجيديتي، يعني هو ده اللي بيدي الخليه شكلها اللي انت شايفه قدامك وابعادها المحدده، وما بتكونش ملهاش شكل خالص زي البالونه الايه اللي مش منفوخه، فهمتوا ازاي؟ فبالتالي يبقى دي استراكشرال ريجيديتي، ودي مهمه جدا اللي هي تحافظ على شكل النبات نفسه، لان لما بيكون في استراكشرال ريجيديتي للبلانت بتشوف مثلا ان البلانت على طول بيبقى له جروينج ابرايت كده، واقف لفوق كده، ما عندوش ايه، مش نايم ولا هو ملوش شكل محدد، لا ده هو جروينج ابرايت بيروح ناحيه الشمس، وبالتالي اللي بيخليه بالشكل ده ان الخليه اصلا مدعمه بشكل كبير بوجود الفاكيول جواها، هو ده اللي بيدي الترجر بريشر اللي شرحناه، وبالتالي يديني الاستراكشرال ريجيديتي للخليه. يبقى الوظيفتين بتوع الفاكيول هم البلانت سيل انلارجمنت من خلال النيوترينت ستورج اللي بيكون موجود عندها او تخزين النيوترينتس، والحاجه الثانيه الاستراكشرال ريجيديتي من خلال البريشر اللي هي بتخلقه على الوولز بتاعت الايه السل بتاعتنا او البلانت سل. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم عليها هي الكلوروبلاست. إحنا قلنا إن الكلوروبلاست هي أحد أهم الأورجانيز اللي بتكون موجودة بس في الخلية النباتية بشكل كبير، ويمكن لو بصينا على الكلوروبلاست دي هنلاقيها أورجانيل مستقل بذاته، يعني يقدر يعمل كل حاجة بعيد عن الخلية نفسها. يقدر يعمل البروتينز بتاعته، له الدي ان ايه بتاعه، كل حاجه مستقل بذاته عن بقيه الايه الاورجانيز بتاعه البلانت. احنا قلنا مثلا زي ما هنشوف كمان شويه ان النيوكليوس مثلا بيكون فيها الدي ان ايه، هنلاقي كمان الكلوروبلاست فيها الاون دي ان ايه بتاعها. احنا هنقول كمان شويه ان الريبوزومز هي دي المكان اللي البلانت سيل بتصنع فيه البروتينز بتاعتها، هنلاقي ان الكلوروبلاست عنده البروتين سينثيسايزنج ماشينري بتاعته، يعني عنده الريبوزومز بتاعته، عنده نيوكليوتايدز بتاعته، عنده ترانسفير ار ان ايز بتاعته، الحاجات اللي هو محتاجها عشان يقدر يكون بروتينز، وبالتالي يبقى هو كده مصنع مستقل بذاته الكلوروبلاست، تمام كده. طيب تعالوا نشوف بقى تركيب الكلوروبلاست بيكون عبارة عن ايه. وبالمناسبة الدي ان ايه مثلا ريبليكيشن هنا بيكون كمان اندبندنت خالص عن الدي ان ايه ريبليكيشن اللي بيحصل في نيوكليس، يعني هو ملوش دعوة خالص بالنيوكليس، عشان كده قلت لكم هو مستقل بذاته، او الكلوروبلاست دي بتكون مستقلة بذاتها بشكل ايه، بشكل كبير، تمام. الحاجة التانية المهمة جدا في النقطة دي ان الكلوروبلاست دي بتكون نوع من انواع البلاستيدز، تمام، او اكيد اخدتوها قبل كده في البلانت سيل بيولوجي، بتكون نوع من انواع البلاستيدز، بتكون راوندد او ساعات اوفل او ساعات بنقول عليها ديسك شيبد، زي هنا كده شايفين شويه تحس انها ديسك شيب، تمام، فده شكلها راوندد اوفل او ديسك شيب. وبتكون طبعا مهمه جدا في تصنيع الايه الفود ستاف زي او الاكل، زيها زي اي بلاستيد سيل، ولكن المميز فيها انها بتقدر تعمل الفوتو سينثيسيس، تمام كده. طيب
طبعا المميز فيها برضو عن اي بلاستيد تانية لونها الجرين كولر، وده نتيجة طبعا وجود الايه الكلوروفيل. يبقى ممكن الكلمتين دول انا ما كنتش كاتبهم هنا ولكنهم مهمين. يبقى هي عبارة عن راوند، او انا دايما كده هتلاقيني بقول حاجات مش شرط ان انا اكون كاتبها، ولازم تكتبها معايا وتاخد بيها نوتس، لان الحاجات دي هتكون مهمة. خلاص، وبالتالي يبقى الكلوروبلاست بتكون نوع من انواع البلاستيدز. البلاستيدز دي زي ما قلت لكم المميز فيها انها كده كده اصلا بتكون زي اي خليه من البلاستيد سيلز، بتكون راوندد اوفل او ديسك شيبد، وبتكون مهمه في تصنيع وتخزين بعض الفود ستاف او بعض الاكل. تمام كده بالنسبه للخليه دي. في حالتنا هنا احنا طبعا عندنا جرين كولر نتيجه وجود الكلوروفيل، وبالتالي بتعمل كمان الفوتوسنتسيس، وده اللي بيميزها عن اي خليه تانيه من البلاستيد سيلز. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست. الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست بيكون عباره عن انفلوب خارجي، جزء خارجي. الانفلوب الخارجي ده بيكون بنقول عليه دبل ممبرين، يعني بيكون عباره عن تو ممبرينز. تمام؟ الممبرين الاولاني بنقول عليه الفيرست ممبرين او الاوتر ممبرين، والممبرين الثاني بنقول عليه الانر ممبرين. يمكن مميزين قوي هنا، الممبرين الخارجي بنقول عليه اوتر، والممبرين الداخلي بنقول عليه انر. هتلاحظوا ان هو ايه، في عندي تو ممبرينز، وهتلاحظوا ان التو ممبرينز دول في بينهم مسافه كده صغيره اللي لونها ازرق فاتح، دي بنسميها الايه الانتر سبيس او الانتر ممبرين سبيس. يعني يبقى في سبيس ما بين التو ممبرينز دول موجودين. خلاص كده، يبقى ده بسيط بشكل بسيط جدا، ان دايما هنا الانفلوب بتاع الكلوروبلاست بيكون عباره عن تو ممبرينز بنقول عليه دبل ممبرين. الممبرين الاولاني بنقول عليه الاوتر، والممبرين الثاني بنقول عليه الانر، وبيكون في جاب او مسافه ما بينهم بنسميها الانتر ممبرين سبيس، اللي هو لونه ازرق ده. خليني برضو اعلم لكم عليه، اللي هو اللي هنا ده اللي لونه ازرق ده، راس السهم مطرح ما هو مشاور. تمام كده، ده بالنسبه للايه للجزء ده. طيب ده الممبرينز. طب ايه تاني موجود جوه بقى الكلوروبلاست نفسها؟ جوه الكلوروبلاست نفسها في جزء اللي هو بنقول عليه الماتريكس، الجزء اللي هو بيكون اللي هو لونه فاتح بيش فاتح ده، الجزء الماتريكس اللي موجوده دي من الحاجات برضو اللي بتكون مهمه جدا، بنسميها الاستروما. يبقى بنسميها الايه الاستروما، اللي هي زي السيتوبلازم كده في الخليه نفسها. هنا الماتريكس بتاعت الكلوروبلاست بنسميها الاستروما. تمام، ده برضو مهم جدا. من ضمن الحاجات اللي مهمه قوي بيكون عندي ممبرين تالت موجود جوه بقى الاستروما دي. تمام، الممبرين التالت ده بنسميه ثايلاكويد، عشان كده سميته ثيرد ممبرين. بس ده بيكون زي ممبرين سيستم، يعني بيكون فيه انفلوب وانكلوزنج حاجه جواه. خلاص كده، فبنسمي كل ده على بعضه كده ثايلاكويد. ثايلاكويد، طب الثايلاكويد هل هو ده كده كله على بعضه؟ لا، الثايلاكويد هي واحده منهم، كل واحده من دول، كل واحده من الدوائر او الديسكس دي بنسميها ثايلاكويد. نركز، يبقى كل حاجه انا هنا طبعا الديسك ده قطعته عشان تشوفوه من جوه. تمام، فهنا هتلاقي الديسك، يبقى الديسك ده نص مثلا، ده نص الديسك عشان تشوفوه من جوه. يبقى الديسك ده لوحده كده اسمه ثايلاكويد، ده بيكون عباره عن ممبرين سيستم، يعني ممبرين وجواه مكان او اليومن موجود جوه، شايفينه الاصفر الفاتح ده. خلاص كده تمام، يبقى ده اسمه ثايلاكويد. طيب لو جينا بصينا بقى على الثايلاكويد ده زي ما قلت لكم عباره عن ديسك، في الشكل بتاعه عباره عن ديسك. الديسك ده بيكون فيه ميمبرين، وبتلاقيه كده تحسه ان هو عامل زي فلاتند شويه، مبطط كده شويه. تمام، بنقول عليه فلاتند ساك لايك ميمبرين ستراكشر. تمام، وساك لانه فيه جزء جوه فاضي او جزء موجود جواه، مش بس ممبرين وخلاص، لا ده فيه جزء جوه موجود، عشان كده سميناه كمان سيستم، لان هو ممبرين وفي جواه جزء فاضي بنسميه اليومن بتاعه. خلاص كده، فبالتالي بيكون عندي ثايلاكويد ممبرين وبيكون عندي ثايلاكويد ليومن. وخليني اكتب لكم كلمه ليومن دي. تمام، ليومن اليو ام اي ان. خلاص، يبقى ده كده تركيب الثيرد ممبرين سيستم اللي موجود عندي جوه الكلوروبلاست. يبقى انا عندي اوتر ممبرين، انر ممبرين، في مسافه موجوده ما بينهم اسمها الانتر ممبرين سبيس. عندي جوه الكلوروبلاست في جزء المفروض ان هو بيكون زي ما بيقولوا كده زي السيتوسول او زي السيتوبلازم، بنسميه الاستروما اللي هو الماتريكس بتاعتها. وعندي ثيرد ممبرين سيستم موجود جوه الكلوروبلاست بيكون عباره عن فلاتند ديسكس. الفلاتند ديسكس دي بتكون عامله زي ساك لايك او ساكس. الساكس دي بيكون فيها ميمبرين من بره او انفلوب من بره بنسميه ثايلاكويد انفلوب او ثايلاكويد ميمبرين، وجوه بيكون عندي اليومن اللي هو الداخلي الرفيع اللي جوه ده بنسميه ثايلاكويد ايه اليومن. خلاص، طيب امال ايه بقى التجميعات دي؟ احنا هنلاحظ هنا ان الديسكس بتاعت الثايلاكويدز دي متجمعه مع بعض في مجموعات. تمام كده، بنقول عليها انها كلوزلي باكت،
يعني كلها متجمعه مع بعض كده، وايه، وعامله زي ما تكون ستاك كده، زي عارفين لما بتحط كده الكوينز فوق بعضها فتعمل لك زي ستاك كده مع بعض، هي دي. فالستاك دي مع بعضها، الستاك يعني التجميعه دي بنسميها ستاك، يعني تجميعه من الديسك شيبد ثايلاكويدز بنسميها جرانم. يبقى الجرانم ده هو الستاك اوف ايه، اوف ثايلاكويدز. يبقى عندنا اكتر من اكسبريشن هنا، مهم جدا ان احنا نكون عارفينهم. خلاص، طيب الفكره بقى في الكونتنت بتاعنا او الكلوروفيل بتاعتنا، تمام كده، او الكلوروفيل بتاعنا اللي هو الاساس اللي في عمليه الفوتوسينثيسيس، تمام. ده بيكون بيتعمل فين، او عمليه الفوتوسينثيسيس بتتعمل فين ان جنرال يعني. فتعالوا نشوف الحته دي، الحته دي مهمه برضو قوي. اول حاجه الاستروما. الاستروما ده زي ما قلت لكم زي السيتوبلازم، هو عباره عن فلويد موجود جوه الكلوروبلاست، بس ده برضو بيتم فيه جزء من العمليه بتاعت الفوتوسينثيسيس. فبنلاقي ان الجزء ده بيتم فيه تحويل الكربون دايوكسيد للشوجر، تمام. والجزء الداخلي اللي هو الثايلاكويد والجرانا، الستاكس دي بتاعت الثايلاكويد عموما، ده بيتم فيه تحويل اللايت انرجي لكيميكال انرجي. يبقى ده اول مرحله بتتم من الفوتوسينثيسيس، اللي هي عمليه دخول اللايت انرجي من الصن لايت، وبعدين تحويلها جوه الجرانم او جوه الستاكس بتاعت الثايلاكويدز دي انتو كيميكال انرجي، تمام كده. الكيميكال انرجي دي بعد كده بيتم باستغلالها في تحويل الكربون دايوكسيد لجلوكوز. هي دي عمليه الفوتوسينثيسيس باختصار، وده بيتم في الاستروما. خلاص كده واضح، يبقى كده فهمنا الفكره عامله ازاي. يبقى كل الكلوروبلاست ليها دور في تكوين او في عمليه الفوتوسينثيسيس. الثايلاكويدز اللي هي الستاكس بتاعت الجرانم دول بيشتغلوا مينلي على تحويل اللايت انرجي انتو كيميكال انرجي في الاول، عشان استغل الكيميكال انرجي دي في تحويل الكربون دايوكسيد وتخزينه في صوره جلوكوز. يبقى انا كاني بعمل حاجه اسمها فيكسيشن للانرجي، بثبت الانرجي دي بدل ما هي كيميكال انرجي كده وخلاص، لا بثبتها في صوره موليكيول مهم جدا، هو مين، هو الجلوكوز. يبقى كده فهمنا الفكره بتاعت الايه، الكلوروبلاست وازاي هي بتشتغل كسايت فور الفوتوسينثيسيس، والاماكن اللي بيحصل فيها الرياكشنز بتاعت الفوتوسينثيسيس، تمام كده. تمام، ده كده طبعا زي ما قلت لكم احنا كده كده برضو عندنا جوه الكلوروبلاست الدي ان ايه والرايبوزومز بتاعتها كده كده موجوده، انا بس ما شرحتهاش هنا في الاستراكشر ده، ولكنها بتكون موجوده جوه الكلوروبلاست. لكن اللي يهمني هي الحاجات دي، لان الاستراكشرز دي هي اللي بتخش في عمليه الفوتوسينثيسيس. الحاجه اللي عايزين نتكلم عليها بعد كده هي النيوكليوس، ودي هنتكلم عليها باختصار شديد. انا كنت قلت لكم عليها المره اللي فاتت جزء صغير، ان دي اللي مسؤوله عن، او هي دي اللي بيكون فيها الدي ان ايه بتاع الخليه. ولكن خلينا نقول بشكل مفصل اكتر شويه ان النيوكليوس دي هي دي المخ، هي دي المخ بتاع الخليه النباتيه او بتاعت البلانت سيل وبتاعت اي خليه، تمام. عشان كده بنقول عليها انها ايه، انها الانفورميشن والادمنستريتيف سنتر اوف دي سيل، هي دي مركز الاداره بتاعت الخليه. وبالتالي ده معناه انها مش بس هيكون فيها الدي ان ايه بتاع الخليه اللي هو مركز المعلومات، مش بس الانفورميشن الجيناتيك ماتيريال بتاعت الخليه دي هي اللي بتحمل كل الانفورميشن او الجيناتيك انفورميشن بتاعت البلانت سيل، انما كمان هتكون ادمنستريتيف، يعني مركز اداره. مركز اداره يعني ايه؟ يعني هي اللي بتعمل كوردينيشن للسيل اكتيفيتيز، هي اللي بتتحكم او هي اللي بتنظم الاكتيفيتيز بتاعت الخليه. احنا عندنا اورجانيز كتير جوه البلانت سيل، وكل اورجانيل بيعمل وظيفه. مين المنسق بقى ما بين الوظائف دي كلها؟ المنسق هو النيوكليس، هو اللي بيعمل كوردينيشن للبلانت سيل ايه، اكتيفيتيز، الميتابوليزم، الجروث، البروتين سينثيسيس، الريبرودكشن او السيل ديفيجن، عمليه انقسام الخلايا، كل ده اللي مسؤول عنه النيوكليس والكوردينيشن ايه بتاعه، تمام كده. بالاضافه الى تخزين زي ما قلت لكم الايه، الماده الوراثيه اللي هي الجينيتك انفورميشن اللي عليها كل المعلومات الجينيه بتاعه البلانت ايه سيل. طبعا النيوكليوس بيكون فيها عدد من الايه، من الكومبوننتس، انا بس مجرد ان انا هذكرهم. النيوكليولس طبعا اكيد انتم عارفينها، دي الاساس. بيكون عندي الكروماتين، بيكون عندي طبعا من بره نيوكلير انفلوب، ونيوكلير انفلوب ده بيكون فيه مجموعه من الايه، من البوس. ده تقريبا الاستراكشر بتاع الايه، الخليه او البلانت سيل نيوكليوس. الحاجة التانية اللي عايز اكلمكم عليها في السيل اورجانيلز هي الاندوبلازميك ريتيكولم. وطبعا لما بنتكلم على الاندوبلازميك ريتيكولم يبقى يفضل جدا ان احنا نتكلم معاه كمان على الرايبوزوم، تمام. فلما نيجي نشوف الحتة دي بالنسبة للاندوبلازميك ريتيكولم، لو فاكرين انا كنت قلت لكم المرة اللي فاتت في المحاضرة ان ده بيكون عبارة عن فلاتند ساكس او فلاتند فيسيكلز، تمام، زي الساكس كده اللي شفناها في الثايلاكويد، بس طبعا بتكون الونجيتد شويه وكبيره شويه، تمام كده، عشان يبقى ليها سيرفيس اريا عاليه. و
هنشوف ليه فايده السيرفيس اريا بتاعته انها تكون كبيره، هنشوف دلوقتي. فبالتالي هو عباره عن فلاتند فيسيكلز او فلاتند، ساعات بنقول عليه ساك لايك ميمبرينز، يعني مش هتفرق قوي التسميه، المهم ان هو بيكون فيه فيسيكلز، والفيسيكلز دي بتكون كونتينيو، الممبرينز بتاعتها بتكون كونتينيوس مع النيوكلير ميمبرين الخارجي اللي هو الانفلوب الخارجي، تمام؟ يعني بمعنى ادق الاندوبلازميك ريتيكولم ده كانه متوصل بالاوتر نيوكلير ميمبرين بتاع النيوكليس، تمام كده؟ طيب عندنا نوعين من الاندوبلازميك ريتيكولم، عندنا نوع اولاني اسمه رف اندوبلازميك ريتيكولم بنقول عليه الار اي ار، والتاني اسمه سموث اندوبلازميك ريتيكولم او الاس اي ار. طبعا الفرق بينهم بسيط جدا، الرف ده بيكون السيرفيس الخارجي بتاعه رف، رف يعني ايه؟ يعني خشن شويه، خشن ليه؟ نتيجه ان هو بيكون عليه الرايبوزومز، يبقى بيكون هنا عليه الرايبوزومز، وطبعا الرايبوزومز احنا قلنا ان دي المسؤوله عن تكوين البروتينز، هنتكلم عليها كمان شويه. خلاص كده، ووجود الرايبوزومز على الاندوبلازميك ريتيكولم هو ده اللي بيديها الرف ابييرنس، وبالتالي يبقى اوتوماتيك السموث اندوبلازميك ريتيكولم دي ما بيكونش عليها اي نوع من انواع الرايبوزومز، وعشان كده ما بتخشش قوي في تصنيع البروتينز، تمام؟ طيب تعالوا نتكلم شويه بقى على الرايبوزومز. يبقى هنا لو لاحظنا ده تركيب النيوكليس اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه، كان عندي نيوكليولس وكان عندي الكروماتين طبعا موجود، وكان عندي نيوكلير انفلوب وكان عندي نيوكلير بورز. ولو لاحظنا ان الاندوبلازميك ريتيكولم الممبرينز بتاعته شايفين هو فلاتند فيسيكلز ازاي، تمام، بس الممبرينز بتاعته كونتينيوس مع النيوكلير انفلوب الخارجي، متصله معاه بشكل كبير، وجزء كبير منها بيكون رف، عليها شايفين الدوائر دي اللي هي عباره عن الايه؟ الرايبوزومز. يبقى كده فهمنا الشكل ده. تعالوا بقى نتكلم على الرايبوزومز سبيسيفيكالي شويه. اول حاجه بالنسبه للرايبوزومز، الرايبوزومز دي تعتبر هي الماشين بتاعه تصنيع البروتينز، هي المكنه اللي بتعملي البروتينز جوه الخليه، تمام كده، فبنقول عليها ماكرو موليكولر ماشين، تمام كده. طيب بتشتغل ايه؟ بتشتغل كسايت للبيولوجيكال بروتين سينثيسيس زي ما شرحنا، هي دي اللي بتصنعني البروتينز. طب البروتينز عشان تتكون محتاجه ايه؟ محتاجه امينو اسيدز، يبقى الامينو اسيدز دي اللي بتتربط مع بعضها تعمل لي البروتين، تمام كده. وعشان تتكون الامينو اسيدز لازم يكون عندي عمليه مهمه قوي اسمها ترانسكريبشن وترانسليشن، انا مش هخش في تفاصيلها خالص في المحاضره دي، ولكن وهتبقى محتاجه ام ار ان اي، اكيد عارفين انتوا الكلام ده، تمام. وبالتالي دايما هتلاقي الرايبوزوم بتاعك عباره عن تو يونتس، رايبوزوم لارج سب يونت ورايبوزوم سمول سب يونت. الام ار ان اي بيدخل ما بينهم، طبعا الام ار ان اي بيكون له دور مهم جدا في تنظيم الايم ال دخول الـ 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 او تنظيم الامينو اسيد سيكونس اللي هيتعمل بعد كده او هيحصل له ترانسليشن بعد كده من خلال التي ار ان اي، تمام كده. طيب يبقى هنا بيكون عندي طبعا اللي بنقول عليها الجينيتك كود بتاعنا او الجينز بتاعتنا اللي هي بعد كده بيحصل لها ترانسكريبشن وترانسليشن انتو امينو اسيدز بدون تفاصيل، وبعدين الامينو اسيدز دي بتتجمع مع بعض وتعمل البولي بيبتايد تشين من خلال الرايبوزوم لارج ايه سب يونت. خلاص، يبقى باختصار شديد هو فعلا الرايبوزومز بتجمع الامينو اسيدز مع بعضها بس بالاوردر اللي مديهولها مين؟ الام ار ان اي، تمام كده؟ بس كده، ده بالنسبه للايه؟ للجزء ده، مش مطلوب منك فيه تعرف اكتر من كده، يعني لو كان عندنا وقت خلال الترم ممكن ابقى اشرح لكم عمليه البروتين سينثيسيس دي بتتم ازاي بشكل مفصل اكتر من خلال الترانسكريبشن والترانسليشن، ولكن مبدئيا دلوقتي كل اللي مطلوب منك تعرفه ان الرايبوزوم هو مكان تكوين البروتينز، وان هو بيقدر يجمع الامينو اسيدز مع بعضها من خلال اوردر معين، الاوردر ده اللي بيديهوله طبعا هو الام ار ان ايه بعد ما بيديله او بعد ما بيعمل عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن باستخدام التي ار ان ايه. خلاص كده؟ طيب نيجي بقى للميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي احد الاورجانيز اللي بتكون موجوده برضو في السيتوبلازم، تمام كده، وبتكون يا اما سفيريكال يا اما بتكون رود شيبد. رود شيبد وده يمكن الشكل المميز قوي ليها، انها بتكون تحس انها ايه يعني مسحوبه شويه او طويله شويه، ما بتبقاش راوندد قوي، تمام كده، ممكن مش زي الكلوروبلاست، يعني الكلوروبلاست ممكن تحس انها راوندد اكتر منها شويه، انما هنا دي بتكون ساك او رود شيبد، وطبعا يعني تقريبا السايز بتاعها او الطول بتاعها بيبقى من نص مايكرومتر، من هاف مايكرومتر لغايه 10 مايكرومتر ان ايه ان لينث. خلاص، طيب تعالوا بقى نشوف الميتوكوندريا بتتكون من ايه. الميتوكوندريا عباره عن برضو تو ميمبرينز، وهتلاحظوا ان كتير من الاورجانيز اللي احنا اشتغلناها بيكون فيها تو ميمبرينز، يعني كلوروبلاست اخذنا فيها انها عباره برضو عن تو ميمبرينز، تمام. هنا برضو الميتوكوندريا بنقول انها عباره عن تو ميمبرينز، الاوتر ميمبرين، تمام، وده بيبقى كفر الاورجانيل من بره،
تمام. وده زي السكين كده، عامل زي السكين بالنسبه للميتوكوندريا. والانر ميمبرين وده اللي بيحصل له بقى فولدنج. شايفين الانر ميمبرين عامل ازاي هنا؟ الانر ميمبرين عامل فولدنج بشكل كبير، ويمكن الفولدنج ده شبه شويه الفولدنج اللي انت بتشوفه في الاندوبلازميك ريتيكولم. دايما بيكون هدف الفولدنج ده هو زياده السيرفيس اريا. في الاندوبلازميك ريتيكولم كانت السيرفيس اريا بتزيد عشان تقدر تشيل رايبوزومز اكتر فتصنع البروتينز بشكل كبير. هنا نفس الكلام، الانر ميمبرين ده بيحصل له فولدنج اوفر ماني تايمز زي ما انتم شايفين، بيبقى عامل بالشكل ده، وده بالتالي بيديني سيرفيس اريا عاليه، والستراكشر ده اللي بيتكون بنسميه الكريستي. تمام كده، بس كده. ده فلويد كونتيند ان ذا ميتوكوندريا. بعد كده بيبقى عندي فلويد في الميتوكوندريا اللي هو الميتوكوندريال ايه ماتريكس. يبقى انا عندي من بره اوتر ميمبرين، وبعدين عندي انر ميمبرين عامل فولدنج بالشكل ده بيكون حاجه اسمها الكريستي، وعندي جوه الميتوكوندريا بيكون عندي الايه الماتريكس. تمام كده، ده تقريبا الاستراكشر. ولو بصينا عليه مثلا ده يعني صوره ثانيه بالالكترون مايكروجراف بنشوف ايه بقى فيها. ادي زي ما قلت لكم الاوتر ميمبرين اهو، وادي الانر ميمبرين بعديه، وبعدين جوه عندي هنا في الماتريكس، والجزء الفولدنج هو ده الكريستي اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي الفولدنج بتاع الانر ميمبرين نفسه. يبقى الجزء بتاع الانر ميمبرين ممكن يحصل له فولدنج، الفولدز دي نفسها بنسميها الكريستي، وقلنا دي دورها مهم جدا في زياده السيرفيس اريا اللي افيلبل جوه الميتوكوندريا للجنريشن بتاع الايه الانرجي. طبعا الميتوكوندريا هي دي الباور هاوس، الباور هاوس يعني مخزن الطاقه. تمام كده، الخليه هي دي اللي بتكون الانرجي، وغالبا بتحتاج الجلوكوز اللي بيتكون في الكلوروبلاست تاخده وتحوله للعمله بتاعه الانرجي جوه الخليه اللي هي الاي تي بي اللي شرحناه قبل كده، اي تي بي او الادينوزين تراي فوسفيت. واضح؟ يبقى ده مهم جدا، وطبعا بيتم فيها عدد من الرياكشنز كمان متعلقه بالريسبيريشن، سيلولار ريسبيريشن جوه الايه الخليه. لو جينا بقى نشوف جولجي ابريتس او جولجي بادز، فاحنا بنتكلم هنا على برضو ممبرين باوندد اورجانيل، وزي ما انتم شايفين كده هو برضو عباره عن فلاتند او وستاكد في نفس الوقت، فلاتند اهي وستاكد ورا بعضها كلها ورا بعض، باوتشز يعني زي الحقائب كده او زي الايه زي الشنط. تمام، وبنسميها السيسترني. تمام كده، او في بعض الاحيان بنقول سيسترنا بس هي سيسترني يعني. تمام، والاثنين دول زي ما قلت لكم بتبقى نيكست للاندوبلازميك ريتيكولم او الجولجي ابريتس، ده بيكون موجود دايما جنب الاندوبلازميك ريتيكولم وجنب النيوكليس. ولو فاكرين قلت لكم في المحاضره ساعتها ده الراجل بتاع الدليفري بتاع الخليه، ده البوست اوفيس. تمام، بوست اوفيس يعني ده اللي بيوصل. البوست اوفيس بيعمل ايه؟ ده بيوصل البريد. تمام، فنفس الفكره، هو ده بيعمل ايه؟ ده بيسؤول عن عمليه الترانسبورتيشن للبروتينز، عملية نقل البروتينز، عملية الموديفيكيشن احيانا بتاعها بعد ما تتكون، عملية تخزينها اللي هو او تعليبها يعني بنقول عليه الباكجينج بتاع البروتينز والليبيدز جوه الفيسيكلز. يعني هو ممكن جه ياخد البروتينز والليبيدز ويحطها جوه الايه الفيسيكلز اللي انتم شايفينها دي. تمام كده، وبالتالي يخليها يحصل لها ديليفري للتارجت ديستنيشنز بتاعتها. مش كده بقول لكم هو البوست اوفيس بتاعنا. خلاص، يبقى زي ما اتفقنا كده هو ممبرين باوندد اورجانيل بيتكون من مجموعه من الفلاتند ستاكد باوتشز اسمها السيسترني، ووظيفته الاساسيه هي عمليه الدليفري، عمليه التوصيل. بس عشان يعمل التوصيل ده غالبا بيعمل موديفيكيشن شويه في البروتينز والليبيدز ويدخلها جوه فيسيكلز، وبعدين يبتدي يعمل لها عمليه الترانسبورتيشن او الدليفري للتارجتد ايه ديستنيشنز بتاعتها. طب غير البروتينز والليبيدز هل بيعمل حاجه ثانيه؟ اه، بيشتغل كمان على عمليه السنثسيس، تصنيع البوليساكرايدز. يبقى ممكن يكون بوليساكرايد كبير من شوجر صغير زي الجلوكوز، ممكن هو يقدر يكون بوليساكرايد كبير ويقدر يكون حاجه اسمها جلايكوبروتين اللي هو عباره عن كومباينيشن ما بين الجلوكوز او الكربوهيدرات والبروتين، يقدر برضه ان هو يصنعه. فيبقى هو مش بس دوره في عمليه الترانسبورتيشن والباكجينج، هو كمان دوره في عمليه السنثسيس. الترانسبورتيشن والباكجينج يتعمل لمين؟ يتعمل للليبيدز والبروتينز عن طريق انه بيحولها او بيدخلها جوه فيسيكلز. اما السنثسيس بيتعمل للبوليساكرايدز والجلايكوبروتينز. ناخد بالنا قوي من الحته دي. تمام، يبقى البروتينز بيتعمل لها باكجينج وموديفيكيشن وترانسبورتيشن والكلام ده، اما الجلايكوبروتينز بيتعمل لها سنثسيس جوه الجولجي ايه ابريتس. دلوقتي يا شباب احنا خلصنا كده كل ما يتعلق بالممبرين او البلان سيل اورجانيلز. تعالوا بقى نتكلم شويه على السيل ممبرين والسيل وول بشكل ديتيلد شويه، الجزء الخارجي بقى من الخليه النباتيه. اول حاجه لو اتكلمنا على السيل ممبرين، طبعا السيل ممبرين له اسماء كتيره جدا، اهمها البلازما ممبرين، اهمها السيتوبلازميك ممبرين، اهمها البلازما ليما
دول تقريبا الاربع اسماء اللي موجودين للممبرين ده، سيل ممبرين، بلازما ممبرين، سيتوبلازميك ممبرين او بلازما لما. وطبعا الموديل او تركيب السيل ممبرين ده اتحط من زمان جدا، عملوا حاجه اسمها فلويد موزيك موديل. يمكن كان في اتنين علماء مشهورين قوي هم اللي عملوا الكلام ده، عالم اسمه سينجر وعالم تاني اسمه نيكلسون. الاتنين دول اشتغلوا على الكلام ده سنه 72 في السبعينات 1972، وعملوا الموديل ده، والموديل ده موجود معانا لغايه دلوقتي. حصل فيه بعض التطوير خلال السنين اللي فاتت، ولكن ستيل الاساس بتاع الموديل موجود. تمام، احنا الموديل ده بيتكون من ايه؟ بيقول لي ان السيل ممبرين او البلازما ممبرين بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه، بتتكون من فوسفوليبيدز، وبتتكون من بروتينز، وبتتكون من كربوهيدراتس. ويمكن التركيب ده له هدف مهم جدا، ان يدي الممبرين ده نوع من انواع الفلويديتي او السيوله شويه، نوع دي بيديه الفلويد كاركتر شويه. الفلويد كاركتر يعني ما بيبقاش ريجيد قوي، ما بيبقاش هارد قوي. انا مش محتاج في السيل ممبرين ريجيديتي عاليه او هاردنس، انا محتاج الكلام ده في السيل وول اكتر، لان ده اللاير الخارجيه، فهي دي اللي هتعمل بروتكشن للخليه عموما، انما وتديها الريجيديتي بتاعتها. انما السيل ممبرين انا محتاجه يكون فلويد اكتر، لان هيكون دوره الاساسي عمليه الايه، الترانسفير او ترانسبورتيشن، ان ينقل لي نيوترينتس من بره لجوه ومن جوه لبره، فبتعدي من خلال السيل ممبرين بشكل كبير. فبالتالي مهم قوي فيه انه يكون فلويد اكتر، او يكون فيه فلويديتي عاليه. تمام، وبرضه ده اللي هيكون متوصل قوي مع الاورجانيلز، فمهم برضه ان هو ما يبقاش ريجيد قوي فيأثر على الاورجانيلز بشكل كبير اللي موجوده جوه. طيب الفوسفوليبيدز، اول كومبوننت موجود في الحكايه هو الفوسفوليبيدز في السيل ممبرين. طيب الفوسفوليبيدز دي بتكون عباره عن ايه؟ اولا خلينا نشوف الفوسفوليبيد مولكيول نفسه عباره عن ايه. خلي بالكم الكلمه واضحه قوي، بنقول ان هو عباره عن فوسفو ليبيد، يبقى انا غالبا عندي ليبيد وعندي فوسفيت، الاثنين موجودين. تعالوا نشوف ازاي بقى. انا هنا بيكون عندي دايما في اي فوسفو ليبيد مولكيول حاجتين، بولر بنقول عليه هيدروفيليك هيد، ونون بولر او بنقول عليه ساعات هيدروفوبيك تيل. وبرضه عشان تفهموا كلمه هيدروفيليك وهيدروفوبيك، دي فيليك دي مجازا بينا وبين بعض معناها بيحب يعني، وهيدرو معناها ميه. تمام، وبالتالي يبقى معناها ان الجزء ده بيحب الميه، هيدروفيليك، عشان كده بنقول عليه بولر لان الميه بولر اصلا، فهو كده بيحب الووتر. ده الهيدروفيليك هيد. النوع الثاني اللي هو الهيدروفوبيك تيل، فوبيك يعني بيكره، وهيدرو برضه ميه، فبالتالي معناها ان هو بيكره الميه، فده الجزء اللي تحت اللي هو التيل. تمام، عشان كده بنقول عليه نون بولر لان هو ليبيد شويه اكتر، ليبيد لاي، عشان كده سميناه ليبيد حتى فوق هنا لان هو ليبيد فعلا. طيب التركيب ده بيكون من ايه؟ لو بصينا على البولر او الهيدروفيليك هيد هنلاقي انها عباره عن جليسرول مولكيول. جليسرول يعني الكول، بيكون من ثلاثه كربونز، وبيكون عليه كل كربون منهم بيكون عليها او اتش. تمام، ادي واحده اثنين ثلاثه، وكل كربون بيكون عليها او اتش، وغالبا ممكن تكون استريفويد كمان. الاو اتش دي بيكون استريفويد يعني استر، عامله استر جروب. تمام، المهم يعني ان احنا عندنا جليسرول، ما تشغلوش بالكم قوي بحته الاستريفيكيشن. تمام، بس مبدئيا عندنا جليسرول في الاساس، والجليسرول ده بيبقى عليه فوسفيت جروب كونكتد معاه، فوسفيت جروب بالشكل اللي انتوا شايفينه هنا ده، عشان كده سميناه فوسفو. فوسفو لان فيه فوسفيت في البولر، وطبعا بولر ليه؟ لان كل المركب ده فيه او اتشز كتيره جدا. انا عندي هنا ثلاثه او اتشز في الجليسرول، وعندي كمان في الفوسفيت اوكسجنز كتيره جدا، وبالتالي ده بيخلي المركب بولر بشكل كبير، او الجزء ده بولر بشكل كبير. طيب الجزء بقى التيل بيتوصل مع الجليسرول برضه. التيل عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيدز. تمام، لونج تشين فاتي اسيدز. يعني ايه لونج تشين فاتي اسيدز؟ يعني سلسله طويله جدا من الكربونز متصله ببعضها، واخرها اسيد جروب اللي هي كربوكسيليك اسيد جروب. فبتيجي الكربوكسيليك اسيد جروب تعمل استريفيكيشن هنا على الاو اتشز اللي موجوده في الكربونز دي، يعني تكون حاجه اسمها استر. تمام، يعني تبقى سي او او، شايفين كربوكسيل اهي والاو كمان، فتبقى سي او او، دي بنسميها استر اي جروب. طبعا مش عايز تخش ومش عايزكم يعني تهتموا قوي بالتفاصيل دي، انا بس بفهمك التركيب ده. تمام، انا اللي يهمني تعرفوا الجملتين اللي انا كاتبهم هنا دول، ان انت عندك الهيدروفوبيك فاتي اسيد تيل، وعندك الهيدروفيليك هيد اللي هو عباره عن جليسترول كونكتد معاه فوسفيت جروب. تمام، بس كده. طيب يبقى كده فهمنا اللينك ما بين الاثنين، يعني دول مش جزئين منفصلين، لا ده الجزئين دول متوصلين مع بعض من خلال الكربوكسيليك اسيد جروب بتاعه الفاتي اسيد، بتمسك باستر جروب مع الاو اتش بتاعه الايه، الجليسرول. تمام، الاو اتشز الفري بتاعه الجليسرول، لان احنا قلنا ان الجليسرول عنده 3 او اتشز، فدول اثنين منهم، والثالثه هي اللي ماسكه فين؟ في الفوسفيت. يا رب كده تكون الدنيا وضحت. تمام، ده بالنسبه للجزء ده. يبقى ده تركيب الهيدرو او ده تركيب الفوسفوليبيد مولكيول. طب جوه بقى الممبرين الفوسفوليبيدز دي ارينجد ازاي؟ قال لك ان الفوسفوليبيدز دي بتعمل حاجه اسمها فوسفوليبيد باي لاير.
بتعمل تو لايرز، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده، ادي لاير اهي فوق وادي لاير تانية تحت. الفوسفوليبيد باي لاير دي بتكون عباره عن نفس التركيب، فوسفوليبيد موليكيولز كل واحد عباره عن هيدروفوبيك تيل وهيدروفيليك هيد. بس هتلاحظوا الارينجمنت بتاعها شكله غريب شويه. بمعنى لو قلنا ان الخليه ده الاوتسايد بتاع الخليه، يعني ده جزء الخارجي من الخليه الاكسترا سيلولر، وده الجزء الداخلي من الخليه اللي هو الانترا سيلولر اللي بيكون فيه السيتوبلازم وغيره. فهتلاحظوا ان الجزء الخارجي دايما البولر هيد ناحيه الاوتسايد، ناحيه بره، تمام؟ وبعدين يجي الهيدروفوبيك ايه تيل. المفروض ان التاني كان يمشي بنفس الطريقه، بس لو عملناه بنفس الطريقه هتبقى البولر هيد ناحيه الهيدروفوبيك تيل. واحنا عارفين ان تخيل كده انت حاطط ميه جنب الليبيد او ميه جنب الزيت، عمر ما هيحصل امتزاج ما بينهم، وعمر ما هتبقى السيستم ده ستيبل او كويس. فبالتالي الافضل دايما ان نخلي الحاجات اللي شبه بعضها ناحيه بعضها. عشان كده الهيدروفوبيك تيل هنا ناحيه الهيدروفوبيك تيل هنا، والبولر هيد هتبقى تور ذا انسايد او تور ذا سيتوبلازم. خلاص كده واضح؟ يبقى كده احنا بقى عندنا البولر هيدز دايما لبره للخارج، سواء لخارج الخليه او ناحيه السيتوبلازم من جوه الخليه، تمام؟ والجزء الداخلي من الليبيد من الممبرين كله بيكون عباره عن الليبيد اللي هو جزء الهيدروفوبيك ايه تيل بشكل كبير، والفوسفيتس دايما هي اللي موجوده ناحيه ايه بره وجوه. خلاص كده واضح؟ يا رب كده تكون الدنيا وضحت. وده طبعا صوره ثانيه بتبين الكلام ده، ان انا عندي هنا البولر هيد موجوده اهو شايفينه، وبعدين عندي الهيدروفوبيك تيل هو اللي موجود تحت ده. خلاص؟ طيب تعالوا بقى نشوف الحاجات الثانيه. احنا قلنا ان هو بيتكون من فوسفوليبيدز وبروتينز وكربوهيدراتس، تعالوا بقى نشوف البروتينز. لو بصينا على البروتينز، هي دي سكند ميجر كومبوننت اوف ذا بلازما ميمبرين. ولو بصينا هنا برضو ده يعني دايجرام حلو قوي للسيل ميمبرين كله على بعضه، هتلاحظوا ان المين كومبوننت اللي موجود فيه هو الفوسفوليبيد باي لاير اللي اتكلمنا عليها من شويه. شايفين كتير جدا موجوده كتير، البولر هيد بتاعتها لبره، الهيدروفوبيك تيل بتاعها لجوه، ونفس الكلام الليبيد باي لاير الثانيه اهي، الهيدروفوبيك تيل بتاعها لجوه والبولر هيد لجوه خالص ناحيه الايه؟ ناحيه السيتوبلازم. واضح؟ طيب انما ايه بقى البروتينز؟ البروتينز عندنا نوعين، عندنا حاجه اسمها انتجرال بروتينز، وعندنا حاجه اسمها بريفيرال بروتينز. هتلاحظوا من الاسم بريفيرال يعني طرفيه، تمام؟ يعني على اطراف. انتجرال يعني داخله قوي في الانتجريتي او داخله قوي في الاستراكشر بتاع السيل ممبرين نفسه. فالكلمه دي تبين لك على طول هو البروتين ده عامل ازاي. تعالوا نشوف هنا البروتين ده embedded in the phospholipid bilayer. يعني ايه embedded؟ embedded يعني داخل جوه الفوسفوليبيد bilayer نفسها، تمام كده؟ وبتعش كده سميناه integral، يعني داخل في الستركتشر بتاع الفوسفوليبيد ايه bilayer as a permanent part of the cell membrane، كجزء اساسي ودائم من الايه السيل ممبرين بتاعنا. عشان كده سميناه integral protein. خلاص؟ هنا بقى في احتمالين في الانتجرال بروتينز دي. ممكن انها تحصل لها اكستنشن ثرو بوث لايرز. يعني ايه ثرو بوث لايرز؟ ما احنا عندنا ليبيد باي لاير، صح؟ فممكن البروتين ده يبقى ماشي بطول الفوسفوليبيد باي لاير، تمام؟ وفي الحاله دي هيكون عامل زي التشانل، عامل زي القناه، القناه دي بتنقل نيوترينز جواها، وغالبا النيوترينز اللي هتتنقل في التشانلز دي هتكون بولر. ليه؟ لان لو الحاجات دي نون بولر تقدر تعدي بسهوله جدا خلال الفوسفوليبيد باي لاير، انما الحاجات البولر ما تقدرش تعدي لان الجزء اللي جوه ده ليبيد زي ما قلنا، فما يقدرش يعدي اي حاجه بولر. فبالتالي في الحاله دي بيبقى في تشانلز، التشانلز دي اللي انتوا شايفينها، شايفين البروتين هنا عامل ازاي؟ هو انتجرال بورت او بيرمننت بورت من السيل ممبرين، بيقدر يعدي المولكيولز جوه وبره، شايفين ازاي؟ والمولكيولز دي غالبا هتكون بولر عشان ما تقدرش تعدي خلال الليبيد باي لاير، فتعدي من خلال الايه؟ التشانل دي، يبقى عامل لها قناه او نفق كده تعدي منه. فهمنا ازاي؟ فيبقى اول نوع من البروتينز اللي هو الانتجرال بروتينز اللي بيحصل لها اكستنشن ثرو بوث لايرز، يعني بتقدر انها تمتد خلال الفوسفوليبيد ايه؟ باي لاير. طيب النقطة بقى الثانية زي ما قلت لكم، عشان كده بيقول لك ايه؟ they may serve as passages، قنوات للموفمنت بتاعت الووتر سوليبل سوليدز، المركبات اللي بتكون بتدوب في المية اللي هي بتكون بولر جدا، in and out of the of the cytoplasm. يبقى ياخدها يوديها للسيتوبلازم او يطلعها من السيتوبلازم في صوره القنوات دي. ده اهم نوع من الايه؟ من الانتجرال بروتينز اللي هو بيبقى اكستندد ثرو الايه؟ السيل ممبرين. في بعض الاحيان لا، بيبقى خلال جزء معين بس من الايه؟ من السيل ممبرين، مش عامل كومبليت بروتين تشانل، ولكن الاغلبيه بتكون بصراحه في الانتجرال بروتينز بتكون بروتين تشانلز بالشكل ده. طيب النقطه الثانيه اللي هي البريفيرال بروتينز، تمام؟ البريفيرال بروتينز بتكون على البريفيرال يعني طرفيه، فهتكون على الانر
او الاوتر سيرفيس اوف دي فوسفوليبيد باي لاير، يا هنا يا هنا حسب، تمام كده، وملهاش دعوه خالص بالهيدروفوبيك كور اللي جوه. يبقى هي ملهاش دعوه بالجزء الداخلي ده، هي هتكون بره هنا على الـ على الـ على البولر هيدز من بره، يا هتكون على البولر هيدز من جوه، تمام. فدي بنسميها بريفرال بروتين زي ده كده، ده كده بريفرال ايه بروتين. طبعا هو يعني ده مرسمين هو داخل شويه جوه، لما هو في الحقيقه هو على السيرفيس من بره خالص، ده بنسميه بريفرال ايه بريفرال بروتين، تمام كده، انما مش امبيدد فين في الهيدروفوبيك كور، تمام واضح. النوع الثالث او الحاجه الثالثه اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ده اخر كومبوننت موجود معايا جوه السيل، ايه جوه السيل ميمبرين. والكربوهيدرات اللي بتكون موجوده عندنا بتكون موجوده على الاكستيرير سيرفيس اوف دي سيلز، تمام، يعني بره خالص شايفينها هنا، وبتكون ما بتبقاش لوحدها، بتكون معاها ايه، يا اما معاها بروتينز فاقول عليها جلايكوبروتين، يبقى ده بروتين اتاتشد مع كربوهيدرات، او بيكون معاها ليبيد فاقول عليها جلايكوليبيد، يعني معناها بروتين سوري ليبيد اتاتشد مع الكربوهيدرات. فهمنا ازاي؟ فيبقى هنا الكربوهيدرات بتاعنا دايما جلايكو بس مش لوحده، يا اما ماسك معاه بروتين فاقول عليه جلايكو بروتين، يا اما ماسك معاه ليبيد فاقول عليه جلايكو ايه جلايكو ليبيد. وده دايما موجود فين؟ بره خالص على السيرفيس الخارجي من السيل ميمبرين، يبقى على البولر هيدز اللي بره مش اللي جوه، واضح. ده بالنسبه للجزء ده. يبقى مهم قوي نعرف الاماكن بتاعه الحاجه، نقدر نذاكر الليبلز كويس قوي بتاعه الاستراكشر زي ده. ممكن اجيب لك صوره زي دي واقول لك حط الليبلز عليها، فمهم قوي تبقى عارف الايه الكلام ده. خلاص كده، ده تقريبا الايه الجزء الاساسي او المكونات الاساسيه اللي انت عايزك تعرفها بالنسبه للسيل ميمبرين بتاعنا. طيب ايه بقى دور السيل ميمبرين في الشغل؟ احنا قلنا انه له فلويد كاركتر مهمه جدا نتيجه الكومبوننتس بتاعته، سواء الفوسفوليبيد باي لاير او الكربوهيدرات او البروتينز. اهم دور ليه يفصل لي السيتوبلازم عن السيل وول، وده انا قلت لكم الحكايه دي ان الفلويد كاركتر انا محتاجها عشان الاورجانيز ما تتاثرش قوي بالريجيديتي بتاعه الايه بتاعه السيل وول. فهو حاجه في النص بين البنين، هو مش ريجيد وفي نفس الوقت عنده فلويد كاركتر وعنده اماكن يخرج وتتحرك بيها النيوترينز من والى السيتوبلازم، تمام كده. طيب واتفقنا عشان كده ان هو عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني بيقدر يعدي حاجات معينه. لو الحاجات اللي عندي نون بولر قوي بتقدر تعدي بسهوله جدا هنا جوه الفوسفوليبيد باي لاير. لو الحاجات اللي عندي بولر قوي يبقى لا، هيحتاج في الحاله دي بروتين تشانلز يعدي من خلالها الايه الحاجات اللي الووتر سوليبل ايه سوليوتس. فهو عنده سيلكتيف بيرميابيليتي وبالتالي بينظم دخول وخروج الكونتنتس من والى الخليه، تمام كده. وفي نفس الوقت هو برده له دور في الحمايه، هو يعتبر دبل لاير مع السيل وول، عامل دبل لاير، فبيحمي برضو الايه الخليه من الاكسترنال دامج ويديها برضو بعض السبورت والاستابيليتي، تمام. اخر حاجه عنده بروتينز زي ما قلنا وعنده كربوهيدراتس موجوده. البروتينز والكربوهيدراتس اللي موجوده مع وجود كمان الليبيدز دي برضو حاجات مهمه جدا بتساعدنا في عمليه الترانسبورتيشن بالمناسبه لبعض السيلولر ايه مولكيولز. يبقى الجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز دي برضو بتساعد شويه في عمليه نقل بعض الايه المركبات او بعض الحاجات اللي محتاجاها الخليه بشكل، يعني مش عايز اخش في تفاصيل قوي الحته دي، ولكن نعرفها بس كده ان البروتينز دي غالبا اللي هي كونجوجيتد مع الليبيدز او كونجوجيتد مع الكربوهيدراتس بيبقى ليها دور في عمليه الترانسبورتيشن بتاعه بعض السيلولر ايه مولكيولز، تمام كده. ده بالنسبه للجزء ده، فكده فهمنا السيل ميمبرين. تعالوا بقى نتكلم على السيل وول. لو جينا بقى نشوف يا شباب السيل وول، طبعا احنا هنا بنتكلم على الاوتر لاير خالص من البلان سيل، وبالتالي هو ده اللي هيكون جواه بعد كده البلازما ميمبرين، وبعدين هيكون بعد كده في البروتوبلاست بقى بكل الكونتنت اللي موجود ايه فيه، تمام كده. طيب هنا مثلا انا جايب لكم الوول اللي هو ما بين خليتين، يعني انا عندي هنا فاكيول اهي بتاعت خليه وعندي فاكيول ثانيه بتاعت خليه ثانيه، عشان اوريكم بس اللايرز وترتيبها بيبقى عامل ازاي. طبيعي جدا ان حوالين الاورجانلز هنا بيكون في الايه البلازما ميمبرين بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو هنا ده البلازما ميمبرين، وهنا برضو ده البلازما ميمبرين. بعد البلازما ميمبرين على طول بيكون عندي السيل وول، بس خلي بالكم السيل وول ما بيكونش عباره عن لاير واحده، ممكن يكون عندي اكتر من لاير موجوده جوه السيل وول. عشان كده بنقسم السيل وول ده لثلاث حاجات، بنقسمه لحاجه اسمها برايمري وول، سكندري وول، تيرشري وول. يبقى دايما عندي ثلاثة دول، بس امتى يكون عندي ثلاثة دول؟ لما تكون الخلية بتاعتي ماتيورد. ماتيور يعني ايه ماتيور؟ يعني ناضجة خلاص، يعني حصل لها توقف عن النمو، خلاص الخلية وصلت لأقصى حاجة من الماتيوريشن ومش بتنمو أكتر من كده. ساعتها بيتكون الخلية دي ثلاث أنواع من السيل وولز، برايمري وول، سكندري وول، تيرشري وول. انما لو الخليه اماتيور غالبا بيكون عندها البرايمري وول بس، تمام واضح، تمام. يبقى دي اول معلومه عايزك تعرفها. طيب
هتلاحظوا ان دايما السكندري وول، تمام، شايفين السكندري وول فين؟ كبير شويه. البرايمري وول بيبقى رفيع شويه، ارفع حاجه، خلاص، وهو اخر حاجه بره خالص. يبقى دايما البرايمري وول هو اخر حاجه ايه بره، بعديه السكندري وولز، بعديه لو في تيرشري هيكون موجود، بعديه البلازما ممبرين، وبعديه الايه السيتوبلازم. وهنتكلم على الحته دي برضو في السلايد اللي جاي، هتشوفوها اكتر عشان تفهموا ترتيب اللايرز وليه بيحصل كده، تمام. وبعدين بيكون عندي ما بين الخليتين وبعض بيكون عندي مسافه، مسافه فاضيه، المسافه دي بنسميها ميدل لاميلا. يبقى انا كده بقى عرفت كده التركيب بتاع الماتيور سيل وول بيتكون من ايه. الماتيور سيل وول عندي بيكون عندي لو بصينا كده من الخارج خالص بيكون عندي مسافه بينيه ما بين الخلايا وبعضها، دي بنسميها ميدل لاميلا. بعد الميدل لاميلا بيكون عندي اول وول في الخليه اسمه برايمري وول. بعد البرايمري وول ممكن يكون عندي سكندري وول. بعد السكندري وول ممكن يكون عندي تيرشري وول. وبعد التيرشري وول بيخش بقى على البلازما ممبرين عادي جدا، وبعد البلازما ممبرين بيكون عندي البروتوبلاست. يبقى ده التركيب من الخارج للداخل، من بره لجوه. مسافه بينيه ميدل لاميلا، بعدها برايمري وول، بعدها سكندري وول، بعدها تيرشري وول، بعدها السيتوبلازميك ممبرين او السيل ممبرين، وبعدها البروتوبلاست بتاعنا. تعالوا بقى نبتدي نتكلم شويه على التركيب ده، التركيب بتاع الخليه السيل وول بتاعنا بيتكون من ايه، بيتكون من ايه، خلاص، تمام. اول حاجه الميدل لاميلا. الميدل لاميلا دي زي ما شرحنا هي الانتر سيلولر سابستنس، دي المسافه اللي ما بين الخلايا، ودي ما بتكونش فاضيه، دي بيكون فيها مواد، والماده دي غالبا بتكون بيكتين. هنتكلم على البيكتين ده كمان شويه، نوع بيكتيك سابستنس او بيكتين. بيكتين يعني شيل السي دي بس وحط ان، تمام. يبقى بيكتين، يبقى ده بالنسبه للايه، للحته دي. يبقى ده المكان اللي هو موجود ما بين الخلايا وبعضها، ده اسمه ميدل لاميلا انتر سيلولر سابستنس، بنقول عليها امورفس كولويدال لاير، تمام. وطبعا كلمه كولويد اللاير دي معناها ايه باختصار شديد؟ ان البكتين ده هو الجلو بتاع الخليه، هو اللزق، هو ده اللي بيلزق الخلايا جنب بعضها، بيمسكها مع بعض. فعشان كده لازم يكون موجود في المسافات البينيه اللي موجوده ما بين الخلايا وبعضها. يبقى انا عندي ميدل لاميلا، الميدل لاميلا دي بتتكون من امورفس كولويد اللاير، الكولويد اللاير دي بتتكون من بكتين، تمام، ودي بتمثل الانتر سيلولر سابستنس اللي موجوده ما بين الايه الخلايا وبعضها. تعالوا بعد كده اول لاير او المفروض تكون موجوده في الخليه النباتيه او في السيل وول هي البرايمري سيل وول. والبرايمري سيل وول موجود في الماتيور بلانتس او ماتيور سيلز والاماتيور سيلز الاثنين. هو ده اول سيل وول بيتكون في النبات او في الخليه، عشان كده ساعات نسميه الاوريجينال كامبيال وول، هو اول سيل وول اتكون، تمام كده. وعاده ده بيتكون من سليلوز، ماده اسمها السليلوز هنتكلم عليها كمان شويه، وماده ثانيه برضو اللي هي البكتين، بس الاغلبيه بتاعته بتكون عباره عن سيلولوز، عشان كده بنسمي النوع ده من السيل وولز بنسميه سيلولوزيك سيل وولز، انه بيتكون من سيلولوز، تمام كده. طيب بعد كده لو الخليه بدات تبقى ماتيور خلاص ووقفت عن النمو بتاعها، بيقول لك هنا ايه، ان الانلارجمنت بتاعها هاز بين سيزد، يعني توقف، تمام. في الحاله دي يبتدي النبات يكون السكندري وولز والتيرشري وولز، تمام. السكندري وول بيتكون برضو من سيلولوز، بيكون فيه سيلولوز ولكن ما بيكونش ابدا سيلولوز لوحده، بيكون سيلولوز ومعاه بعض البوليساكرايدز الثانيه. هو السيلولوز ده برضو عباره عن بوليساكرايد، يعني بيتكون من عدد كبير جدا من المونوساكرايد يونتس اللي هم الجلوكوز، فيجيب جلوكوز كتير جدا ويشبكه مع بعض فيعمل تشين طويله اسمها السيلولوز. فهنا بيكون عندي سيلولوز بس بيكون معاه بعض البوليساكرايدز من انواع تانية، مش بس الايه السيلولوز موجود. وهنلاحظ حاجه مهمه جدا، ان نبات دايما في السكندري وول بيكون ثيكر اكتر، يعني بيكون اضخم بكتير من البرايمري وول اللي موجود هنا. شايفين البرايمري وول فين؟ برايمري وول هنا رفيع خالص، اما السكندري بيكون لا، بيكون كبير، تمام. يبقى ده معناه ان هو بيكون عباره عن سيفرال لايرز، بيكون عباره عن اكتر من ايه، من لاير، وتركيبها بيكون مختلف عن البرايمري وول، ما بيبقاش فيها سيلولوز بس، لا بيكون معاه بعض البوليساكرايدز الثانيه اللي هنتكلم ايه عليها. واضح؟ هنا بيقول لك الجمله اللي احنا قلناها، ان السيل وولز بتاعت الخلايا دي وبعضها are held together by the middle lamella. يبقى الميدل لاميلا دي هي الجلو زي ما قلنا. ليه هي الجلو؟ لان فيها بيكتين، والبيكتين ده هو الجلو بتاع الخلايا، هو ده اللي بيلزق الخلايا ايه مع بعضها زي ما قلنا. طيب في برضه هتلاحظوا حاجه برضه مهمه جدا عايز اتكلم عليها هنا، في قنوات كده صغيره ممكن تبقى ماشيه across الميدل لاميلا واكروس السيل وولز بتاعت الخلايا، دي بنسميها بلازمو ديزما او بلازمو ديزماتا، الاثنين صح،
بلازموديزما او بلازموديزماتا، ودي بتبقى قنوات بتوصل ما بين الخلايا وايه وبعضها، ممكن يعدي فيها بعض النيوترينتس، يعدي فيها حاجات كتير، فدي برضو من الحاجات اللي ايه شانلز كده، باسجز، قنوات بيعدي فيها النيوترينتس. تمام، يبقى هنا برضو لو بصينا دي خليه اهي فيها سنترال فاكيول، فيها السيتوسول، فيها بعض الاورجانلز، حواليها بلازما ممبرين، بعد البلازما ممبرين ممكن يكون عندي سكندري سيل وول، بعديه بره البرايمري سيل وول، وبعدين الميدل لاميلا، وبعدين الخليه الثانيه، وممكن ما بينهم وبين بعض يبقى فيه البلازموديزماتا او الايه الباسجز دي. تمام، طيب تعالوا بقى نبتدي نتكلم على لسه ما اتكلمتش على التيرشري وول، فتعالوا نشوف بقى كده التيرشري وول بتاعنا بيتكون من ايه. خلاص كده، طيب قبل بس ما نقول الحته دي، احنا اتفقنا ان الفانكشن بتاعت البلانت سيل وول دي ممكن تكون ايه، دي برضو نقطة أنا عايز أتكلم فيها، يمكن أنا مش كاتبها ولكن مهم برضو إن إحنا نبقى عارفينها. طبعا الفانكشن بالعقل كده، أول حاجة البروتكشن، البروتكشن والسبورت، دول أهم حاجة للسيل وول، إنه يحمي الخلية والكونتنت بتاعها كله، وفي نفس الوقت يديها الاستراكشرال سبورت اللي هي محتاجاه. عشان كده دايما هنلاقي السيل وول أهم حاجة فيه هو الريجيديتي، بعكس السيل ممبرين كان أهم حاجة فيه هي الفلويديتي. تمام، في فرق كبير بين الاثنين. تمام، طيب يبقى ده بيحمي الخليه من اي ميكانيكال ستريس، اي 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 مشاكل ممكن تتعرض لها، وفي نفس الوقت بيدي الاستراكشر ريجيديتي للخليه، فبيديها الشكل بتاعها اللي انت بتشوفه ده زي ما احنا قلنا. يبقى الفاكيول بتساعد في الكلام ده، وكمان السيل وول من بره بيساعد في حته الاستراكشر ريجيديتي بتاعت الخليه والشكل اللي انت بتشوفه او الفورم اللي انت بتشوفه للبلانت سيل. تمام، يمكن التو فيجرز اللي انا حاططهم هنا دول بياكدوا على المعلومات اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، وبياكدوا لنا ان احنا فهمنا المعلومه بشكل كبير، فنقدر نتمرن عليهم دلوقتي، هنشوفهم مع بعض او هنشتغلهم مع بعض لتركيب السيل وول اوف ذا ماتيور ايه اوف ذا ماتيور سيل. احنا اتفقنا ان كده كده بيكون عندنا البرايمري وول، ده موجود مش عايزه كلام، وده كده كده الاوريجينال كامبيال وول اللي بيكون موجود سواء في الماتيور سيل او الاماتيور سيل، وغالبا بيكون فيه سيلولوز ميلي، هو ده الاساس مع بعض البكتين احيانا. تمام، طيب ده البرايمري وول، ولكن مع الوقت وبعد ما الخليه بتبدا الانلارجمنت بتاعها يتوقف، بتبتدي النبات يكون او الخليه تبتدي تكون عدد من اللايرز الثانيه، اللايرز دي ديبوزيتد كده ورا فوق بعضها، تبدا تعمل ديبوزيشن للاير، وبعدين اللاير الثانيه فوقيها، اللاير الثالثه فوقيها، كل اللايرز دي بتمثل مع بعضها كده السكندري وول. وهنلاحظ حاجه مهمه زي ما قلت لكم في السلايد اللي فاتت، ان السكندري وول الاصفر ده كله اضخم بكتير جدا من الايه؟ من البرايمري وول، ودي نقطة مهمة جدا، بيتكون من عدد كبير جدا من اللايرز، عشان كده بيكون ثيك، بيكون ثيك جدا، وبلس كده مش بس ان هو ثيك وخلاص، لا ده كمان ما بيبقاش فيه سيلولوز بس، ده بيكون فيه سيلولوز ومعاه بعض الحاجات التانية، قلنا بعض البوليساكرايدز التانية، عشان كده زي مثلا اللجنين هنشوف حاجة زي السوبرين، كل ده هنتكلم عليه كمان شوية، هنتكلم على حاجة اسمها زي الكيوتيكل أو الكيوتين اللي هو الكيوتيكل يعني، تمام؟ كل الحاجات دي بتكون موجودة فين؟ جوه التركيب بتاع السكندري سيل وول. دي نقطة مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها، ان مش تركيبه سيلولوز وخلاص زي البرايمري، لا ده بيكون فيه موديفيكيشنز وفي كيميكال سبستنس تانية بتكون ايه موجودة. تمام، طيب من ضمن برضو الحاجات المهمة جدا زي ما قلت لكم، ان عملية الثيكنينج وعملية تغيير الكيميكال كومبوزيشن بتاع السكندري وول بيخلي السكندري وول ده فيري ريجيد وهارد جدا. تمام كده، وكمان بيساعد قوي في النوعية بتاعت النباتات اللي بيكون فيها خشب، زي مثلا التريز، مثلا التريز اللي هي الساق بتاعها بيكون اصلا عبارة عن خشب، الود ده مهم جدا في الهاردنس، انه يكون ناشف، فالهاردنس ده بيجي من المواد اللي بتكون موجودة مع الايه مع السيلولوز جوه السكندري سيلول، فبيكون عندي لايرز كتيره، واللايرز دي فيها مواد زي اللجنين مثلا بيكون موجوده جوه السكندري سيل وول، بتدي هاردنس جامده جدا، فبتشوف الكلام ده في الود بتلاقيه هارد جدا. مش بس كده، ده المواد دي سبحان الله بتكون كمان ريزيستنت للديكاي، يعني بتكون مقاومه جدا للايه لعمليه اللي بنقول عليها ايه عمليه التسوس، يعني تسوس الخشب والكلام ده، لان المواد دي بتبقى مقاومه ليها، ريزيستنت للايه للديكاي بتاع الود. خلاص كده، ده بالنسبه للايه للجزء ده مهم جدا نبقى عارفين تركيب السكندري وول. طب ايه بقى التيرشري وول؟ التيرشري وول تمام، ده بيكون اخر لاير من السكندري وول، يبقى بعد ما النبات بيكون اللايرز بتاعته كلها بتاعت السكندري، اخر لاير اتكونت من السكندري وول دي بنسميها تيرشري ايه تيرشري وول، يبقى دي الانر موست لاير، اخر لاير من السيل وول، وبتكون اخر لاير من السكندري وول اتكونت. خلاص كده تمام، ودي ما بتكونش كبيره، دي بتكون لاير واحده، فبالتالي بتكون رفيعه جدا، وبتكون غالبا سيلولوز بس. تمام، بنقول عليها هايلي ريفراكتيف، مش مشكله قوي تعرفوا الكلمه دي، المهم يعني انها بتتكون من ايه من سيلولوز. واضح،
يبقى ده كده التركيب بتاع السلول لما تكون الخلية بتاعتي اوريدي حصل لها complete maturation. تمام؟ طيب تعالوا بقى نفهم شوية حاجات مهمة جدا. أول حاجة أو أول نقطة عايزين نتكلم فيها إن أحيانا إحنا قلنا التركيب إن مثلا البرايمري وول بيكون فيه سليلوز وبعدين بيكون عدد من اللايرز كلهم بيبقوا عبارة عن السكندري وول وده بيكون فيها سليلوز بس بيكون مع حاجات تانية زي اللجنين زي السوبرين زي الكيوتين كلها بولي ساكرايدز بتدي هاردنس وبتدي ريجيديتي. وبعدين بيكون عندي آخر لاير جوه التيرشري وول ودي بتتكون من سليلوز بس وبتكون فيري ثين لاير واحدة. ده التركيب التقليدي، ولكن في بعض الاحيان مثلا في بعض النباتات زي اللي بتكون فيها وود زي ما قلت لكم اللي هي التريز مثلا بتحتاج هاردنس جامده جدا، فبتلاقي اللجنين كمان مش بس موجود في السكندري وول، لا ده ممكن تلاقيه كمان في البرايمري وول موجود، وممكن تلاقيه كمان موجود في الميدل لاميلا عادي جدا. يعني حتى الميدل لاميلا اللي هي اصلا بتبقى عباره عن بيكتين بس اللي هي الانتر سيلولار سبيس دي ممكن كمان يكون فيها لجنين في النوعيه دي من النباتات. انما احنا بنتكلم على الجنرال رول يعني او القاعده العامه ان تركيب السيلول بيكون بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. طيب تعالوا بقى نشوف كده لو جينا بصينا على مثلا هنا الايه الاستراكشر ده ونطبق كده على الرسمتين دول حلوين قوي ياكدوا لنا احنا فهمنا ولا ما فهمناش. لو جينا بصينا مثلا كده الاول على لو الاستراكشر اللي فوق ده الاول خلينا نبص عليه. اول حاجه طبعا عندنا اول لاير بره خالص دي البرايمري وول وهتكون مش هتكون ثيك قوي هتكون رفيعه بنقول عليها الاوريجينال كامبيال وول ودي هتكون موجوده في الماتيور والاماتيور سيل وول. طب دي الكونتنت بتاعها ايه؟ قلنا الكونتنت بتاعها عباره عن سيليلوز بتتكون مني من سيليلوز. طب لو قلت لكم ايه اللي بره هنا؟ ايه اللي بره بقى قبل البرايمري وول؟ اللي بره قبل البرايمري وول من بره هو الميدل لاميلا. ففعلا هنا في الميدل لاميلا اللي هي الانتر سيلولار سابستنس تمام كده اللي هي ما بين الايه؟ ما بين الخلايا وبعضها ودي بتكون عباره عن بيكتين زي ما شرحنا وقلنا دي اللي هدف منها الجلو انها بتساعد تمسك الخلايا كلها مع بعض وممكن يكون فيها بعض القنوات بتعدي خلالها اللي هي الايه البلازموديزما او البلازموديزماتا اللي هي بتعدي بعض الايه بعض الايه النيوترينز زي ما انتم شايفين هنا كده شايفين قناه واصله من السيتوبلازم ده للسيتوبلازم ايه ده. طيب النقطة بقى التانية، النقطة التانية اللي هي ايه؟ اللي هي اللاير اللي جوه بعد البرايمري وول، الأصفر ده كله عبارة عن سيفرال لايرز من السكندري وول، أدي واحدة، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، كل دي ممكن نعتبرهم ايه؟ سكندري وول. ممكن نعتبر آخر لاير جوه دي هي التيرشري وول بتاعنا. يبقى دي بتبقى ثين وغالبا هيكون تركيبها مختلف، هتكون عبارة عن سيلولوز بس، وبقية اللايرز دي كلها غالبا بتكون سيلولوز ومعاها اذر بولي ساكرايدز زي ما شرحنا. يبقى احنا كده رجعنا تاني على الصورة دي، وجوه آخر حاجة طبعا البلازما ممبرين وبعده البروتو ايه بلاست. خلاص؟ واضح؟ يا رب كده تكون الدنيا وضحت بالنسبة للجزء ده. بعد بقى ما اتكلمنا على تركيب السيل وول تعالوا بقى نفهم يعني ايه سيليلوزيك سيل وول، يعني ايه لجنيفايد سيل وول. نبتدي نشوف بقى، احنا قلنا دلوقتي ان مثلا السكندري وولز دي ممكن يكون فيها سيليلوز ومعاه لجنين او معاه سوبرين او معاه كيوتين، فاحنا محتاجين نفهم الكلام ده يعني ايه، ايه الكلمات دي. اول حاجه مبدئيا السيليلوزيك سيل وولز، لو قلت لك السيليلوزيك وولز دي هتلاقيها فين؟ هتقول لي هلاقيها في البرايمري وول، ده المين البرايمري وول، وممكن تلاقيها كمان في التيرشري وول. يبقى التيرشري وول والبرايمري وول هم دول اللي غالبا بيكونوا ايه؟ اللي بيكونوا سيليلوزيك زي ما شرحنا من شويه. طيب سيليلوزيك يعني في سيليلوز، السيليلوز يعني ايه؟ السيليلوز يعني بولي ساكرايد، بولي ساكرايد يعني تشين طويله وبتكون لينير لان احيانا البولي ساكرايدز دي بتكون برانشز عامله برانشز فروع، انما هنا هتلاحظوا انها لينير ماشيه كلها في خط مستقيم تمام؟ وعباره عن يونتس، كل يونت من دول يا شباب عباره عن جلوكوز. فالجلوكوز اللي بيكونه النبات في الفوتوسنتسيز بياخده يمسكه بس مع بعضه او يشبكه مع بعضه ويعمل سلسله، السلسله الطويله دي اسمها سيليلوز. طبعا المفروض ان اللينك فيها تكون بيتا 1 4 بنقول عليه، بس انتوا يمكن لسه ما درستوش كربوهيدرات فما تشغلوش بالكم قوي الحته دي. المهم ان هو عباره عن لينير تشين من الجلوكوز ايه؟ من الجلوكوز ريزيديوز تمام؟ يبقى ده السيليلوز التركيب بتاعه الاساسي. طيب في الحاله دي بيكون التركيب بتاع السيل وول هل سيليلوز بس؟ لا، قال لك ان البرايمري سيل وولز محتاجه سيليلوز ومحتاجه حاجه اسمها هيمي سيليلوز اند باكتين، برضو محتاجه الاثنين دول مش بس الباكتين زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، ولكن كمان محتاجه حاجه اسمها الهيمي سيليلوز. طب ايه ده بقى؟ قال لك بصوا السيليلوز بيكون حاجه مهمه قوي اسمها المايكرو فايبرل، شايفين دي كده اسمها مايكرو فايبرل تمام؟ او خلينا عشان ابقى دقيق يعني عشان برضو ايه تبقوا مجمعين معايا، كل واحده من الصغيرين اللي جوه دول هي دي المايكرو فايبرل، واضح؟ كل واحده من الصغيرين اللي جوه دول، ودي بتبقى عباره عن حاجه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده زي دي كده
تمام، هي بس بتبقى طويله جدا وعامله ورفيعه جدا، يبقى دي اسمها سليلوزيك مايكروفايبرل. تمام كده. والمايكروفايبرلز دي بتتجمع مع بعض، بتتجمع مع بعض وتعمل الفايبرل الكبيره دي، والفايبرل دي هي دي الكومبوننت، او هي دي اللي بتكون السليلوزيك او البرايمري سيلول. فهمنا؟ يبقى البرايمري سيلول بيتكون من مجموعه من الفايبرلز، كل فايبرل منهم بتتكون من مجموعه من المايكروفايبرلز، بس اكيد التركيب مختلف، اكيد المايكروفايبرلز مختلفه عن الايه، عن الفايبرلز. مايكرو يعني صغيره، عشان كده ايه قلنا ان المايكرو دي لما تتجمع مع بعض تعمل الفايبرل الكبيره، والفايبرلز دي هي اللي بتكون في الاخر الايه، السيلول بتاعنا. طيب عشان كده قلنا ايه، arrangement of fibrils and microfibrils في السيلول. طيب تعالوا بقى نفهم الفكره بتاعت المايكروفايبرل دي بتكون عباره عن ايه، والسليلوز والهيميسيلولوز والباكتين دورهم ايه في القصه. لو جينا بصينا هنا كده يا شباب، هنلاقي ان احنا عندنا حاجه اسمها هيميسيلولوز وعندنا حاجه اسمها باكتين. مش احنا قلنا ان البرايمري سيلول بيكون من ثلاث حاجات، سيلولوز عرفنا هو ايه، فاضل لنا الهيميسيلولوز والباكتين. تعالوا نفهم الاول يعني ايه هيميسيلولوز ويعني ايه باكتين، وبعد كده نشوف بقى السيلول بيتركب ازاي. اول حاجه الهيميسيلولوز بيكون عباره عن برانشنج بوليساكرايد او ماكرو موليكيول. تمام كده. برانشنج يعني ان في برانشز، مش ماشي لينير بقى زي ده، لا بيكون مش ماشي لينير زي السليلوز، لا بيكون برانشد شويه، في برانشز موجوده. تمام. وبيتكون من ايه؟ ده بيتكون من تركيب مختلف شويه، بيبقى فيه بعضه 5 كربون شوجرز وبعضه 6 كربون شوجرز، يعني في ده وفي ده، في زيلوز ده 5 كربون شوجر، وفي مانوز وجالاكتوز دول بيكونوا 6 كربون شوجر، يعني شوجر بيتكون من عدد من 6 كربونز، اما الزيلوز بيبقى شوجر متكون من 5 كربونز. تمام. يبقى ده الهيميسيلولوز. طبعا مش مهم نحفظ الاستراكشرز خالص، المهم بس تعرف التركيب بتاعه. يبقى هو برانشنج بوليساكرايد بيتكون من 5 كربون شوجر زي الزيلوز و6 كربون شوجر زي المانوز والايه والجالاكتوز. الحاجه الثانيه الباكتين. الباكتين الباك بون اساسي بتاعه عباره عن ان برانشد تشين، يعني هو يعتبر لينير زيه زي السليلوز كده. تمام كده. بس اليونتس بتاعته مش جلوكوز، السليلوز كان اليونتس بتاعته جلوكوز، هنا لا، اليونتس بتاعته حاجه اسمها دي جالاكتو يورانيك اسيد ايه يونتس. خلاص كده واضح. يبقى كده الاول فهمنا الكيميكال ستراكشر بتاع الثلاث مواد دول. خلاص تعالوا بقى نشوف ازاي المواد دي بتتجمع مع بعض وتعمل السيلول بتاعنا، وايه فايده وجود الهيميسيلولوز والباكتين جوه البرايمري وولز او جوه البرايمري سيلول. اللي بيحصل وده الاجابه على السؤال ده اللي احنا هنجاوبه دلوقتي، ليه الهيميسيلولوز والباكتين موجودين في البرايمري سيلولز. تعالوا نشوف مبدئيا كده، السيلولوز دوره الاساسي انه يكون المايكرو فايبرل. ادي المايكرو فايبرل، لو قلنا المايكرو فايبرل هي كل واحده من دول، يبقى المايكرو فايبرل دي التركيب بتاعها هو السليلوز اللي هو البوليساكرايد اللي هو عباره عن لينير تشين من الجلوكوز موليكيولز. طيب فاضل ايه؟ فاضل ان المايكرو فايبرلز دي تتجمع مع بعض عشان تعمل لي الفايبرل اللي هو اللي بيكون لي البرايمري وول، صح؟ طيب عشان تتجمع مع بعض دي عامله زي خلينا نقول مجازا كده، عامله زي المواسير الصغيره. تمام. كل فايبرل من دول سيليلوزيك فايبر عامله زي الماسوره كده. خلاص. طيب هتحط المواسير دي، لو حطيتها كده بالطول وحطيت التانيين فوقيهم بالطول تاني وهكذا وهكذا وهكذا، الارينجمنت ده مش هيبقى ثابت، ممكن جدا ان هم ايه عاملين زي الانابيب او تيوبز او السلندر، ليهم سلندريكال ستراكشر، هتلاقيهم ممكن يجروا يتحركوا يمين شمال، يعني عايزين الموضوع يبقى ايه كلوزلي باكت وستاكد كويس، يعني ماسكين مع بعض كويس جدا. فبالتالي انا محتاج هنا ايه، محتاج حاجه تربطهم لي مع بعض او تمسكهم لي مع بعض، هو ده دور الهيميسيلولوز والباكتين. خلاص فهمنا. يبقى الهيميسيلولوز والباكتين مش بيخش في تركيب المايكروفايبرل نفسها، انما لا ده بيكون دوره انه يخلي المايكروفايبرز تتجمع مع بعض بشكل كويس وتكون الفايبرل. ازاي بقى؟ اول حاجه الهيميسيلولوز بيكون برانشنج ماكروموليكيول زي ما شرحنا من شويه. تمام. قلنا بيكون فيه 5 كربون شوجرز و6 كربون ايه شوجرز، فوجوده بالشكل ده وهو برانشد بالشكل ده، ده بيخلي السيل وول ما يحصلوش حاجه اسمها ستريتشنس، او ما يحصلوش زي ما بيقولوا كده ايه تو بي ستريتشد، يعني يتمط، لا يبقى كومباكت مع بعضه وما يحصلوش الاستريتشنس دي. تمام كده. طيب ازاي؟ هو بيربط الادجيسنت مايكروفايبرلز مع بعض. وجود البرانشد هيميسيلولوز بيخلي المايكروفايبرلز يا شباب تتجمع مع بعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تبقى طوليه وبعدين تبقى عرضيه وبعدين تبقى طوليه عليها تاني وبعدين تبقى عرضيه عليها تاني، نتيجه وجود مين؟ البرانشنج هيميسيلولوز. فهمتوا؟ فبدل ما بتبقى المايكروفايبرلز دي بارلل لبعض كلها فوق بعض وخلاص، لا دي بيبقوا خلف خلاف،
شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده، نتيجه مين؟ نتيجه البرانشنج هيمي سيلولوز موليكيول اللي موجود، هو بيربطهم مع بعض زي الحبال كده، هو الاخضر ده هو الهيمي سيلولوز، بس وجوده بالطريقه البرانشد الكونفجريشن بتاعه ان هو برانشد بالشكل ده، ده بيخلي المايكرو فايبرز تبقى خلف خلاف، وده مهم ليه؟ عشان ما تجريش، هي لما تبقى خلف خلاف كده مع بعضها ما تجريش، وتبقى بالتالي ما يحصلش ستريتشنس للايه؟ للخليه. تخيلها بالانابيب، انت عندك انابيب لو حطيتهم فوق بعض على طول هيجروا، انما لو حطيتهم عكس بعض خلف خلاف هيبقوا ماسكين بعض كويس. فهي دي نفس الفكره. وبالتالي انا كده بتحكم في حاجه مهمه قوي اللي هي السيل انلارجمنت. هو كاتب لك هنا بريفنتنج ذم فروم سلايدنج، انها يحصل لها سلايدنج او ايه، تجري اجينست ايتش اذر، وبالتالي بيتحكم في عمليه السيل انلارجمنت او ان الخليه ما تكبرش قوي زياده عن اللزوم، توصل لمرحله معينه وبعد كده تقف خلاص، يحصل لها ماتيوريشن. ده دور الهيمي ايه؟ الهيمي سيلولوز. الدور الثاني، انا دايما اشبه الهيمي سيلولوز بالحبال، هو الحبل اللي بيربط المايكرو فايبرز مع بعض خلف خلاف، افتكروها كده. طيب الحاجه الثانيه بقى البكتين. البكتين احنا قلنا من شويه معلومه ان هو موجود في الميدل لاميلا وان هو الجلو بتاع الخليه، هو نفس الفكره هنا. البكتين احنا اتفقنا ان هو هنا لينير برضو كومباوند، تمام كده، بيبقى عباره عن دي جالاكتو يورونيك اسيد يونتس، ولكن الاساسي فيه او المهم فيه ان هو بيكون هايدروفيلك جدا، هايدروفيلك جدا يعني بيحب الميه جدا لان هو بولر قوي، تمام، وبالتالي بيقدر ياخد ميه، يقدر يمتص الميه، وطالما بيمتص الميه بيدي السبونجي او الفليكسيبل نيتشر بتاعت البلانت سيل. البلانت سيل ما بتبقاش يعني اللي هو يعني صلبه قوي، لا بتبقى سبونجي، عارفين زي السبونج زي السفنج كده، فهو ده اللي بيديه السبونجي نيتشر بتاعته، بلس ودي اهم حاجه ان هو الجلو اللي بيجمع السيلولوز فايبرلز مع بعض، تمام كده، او سيلولوزيك مايكرو فايبرلز مع بعض. يبقى لو تلاحظوا ان هنا الاصفر ده كله هو عباره عن الايه؟ عن البكتين. يبقى كده فهمنا تركيب السيل ايه؟ السيل وول او البرايمري سيل وول بتاعنا، بيكون عباره عن سيلولوزيك مايكرو فايبرلز، حاجه زي الانابيب كده او السيلندرز. السيلندرز دي عشان تبقى موجوده وكومباكتد مع بعض وما تتحركش وما يحصلهاش سلايدنج، يبقى لازم يكون موجود الهيمي سيلولوز، هو ده الحبل اللي بيربطهم مع بعض لان هو امبرانشد، فبالتالي ما يسمحش قوي بالاسترتشنس بتاعه الخليه، ويمنع قوي السيل انلارجمنت، او خلينا نقول ان هو بيتحكم في السيل انلارجمنت بشكل كبير. الحاجه الثانيه اللي هو البكتين، البكتين ده كده كده بيكون هيدروفيليك بوليساكرايد، والهدف الاساسي منه ان هو يبقى الجلو، الماده اللي بتلزق الفايبرز دي كلها مع بعضها وتبقى كلها خلاص كلوزلي ايه باكد، وفي نفس الوقت كمان هو عنده هيدروفيليك كاركتر، بيقدر يمتص الميه بشكل كبير، وده بيخلي للخليه نوع من انواع السبونجي كاركتر، وبتبقى ما بتبقاش ناشفه قوي وبتكون فليكسيبل اكتر، وده مهم جدا عشان ما يحصلهاش برضو ايه بيرستنج، او ما يحصلهاش يعني يحصل فيها لايسز للسلول وتموت، تمام كده. فده بالنسبه للايه، للجزء بتاع تركيب الايه السلول. بما اننا بقى بنتكلم على السيلولوزيك سيل وولز، وبنتكلم ان هنتكلم بعد كده على حاجه اسمها الليجنيفايد سيل وولز وكايتينيوس سيل وولز، يبقى عندنا معنى الكلام ده ان السيل وول ممكن يخش في تركيبه اكتر من حاجه. احنا قلنا ان البرايمري ميلي سيلولوزيك، انما لما نيجي نتكلم على السكندري هنلاقي ان السكندري له احتمالات كتير، وبالتالي مهم قوي ان يكون عندك تولز تفرق لك ما بين نوعيات الوولز دي وبعضها، عشان تقدر تعرف ان الخليه دي مثلا او التيشو ده الوولز بتاعته ليجنيفايد، اما التيشو الثاني ده اللي هو بيتكون من مجموعه من الخلايا، الخلايا دي كلها الوولز بتاعتها سيلولوزيك، المجموعه الثالثه دي الخلايا بتاعتها كلها سوبرايزد فيها سوبرين. يبقى نعمل ايه بقى؟ نستخدم كيميكال ريجنتس. يبقى بيكون عندي مواد كيميائيه انا ببقى عارف ان انا لما بحطها على الخلايا بتاعتي او على التيشو بتاعي على جزء ده من النبات وابص عليها تحت الميكروسكوب، المفروض ان الاقي لون معين، لو لقيته يبقى فعلا الخليه دي السيل وول بتاعها سيلولوزيك، لو لقيت لون تاني يبقى الخليه دي السيل وول بتاعها مثلا ليجنيفايد، وهكذا. وكل نوع من السيل وولز له الستين بتاعه، له الكيميكال ريجنت اللي انا بحطه فيصبغ السيل وول ده، يعمل له ستيننج يعني يدي له صبغه بلون معين، فتاكد فعلا ان السيل وول اللي عندي ده فلان الفلاني سيلولوزيك او ليجنيفايد او وات ايفر. تعالوا نطبق الكلام ده على السيلولوزيك سيل وولز. السيلولوزيك سيل وولز بلاحظ ان انا اشهر حاجه فيها ان انا ممكن احط الايه الكلوروزينك ايودين او الايودين بس مع سلفوريك اسيد، تمام، دول تو ريجنتس. يبقى ده كيميكال ايجنت اسمه الكلوروزينك ايودين، او كيميكال ايجنت تاني اللي هو الايودين وبيكون اسيديفايد مع سلفوريك اسيد. الاثنين دول لو حطيتهم على الخلايا اللي الوول بتاعها سيلولوزيك بلاقي الوول على طول يتصبغ باللون الازرق، هبص عليه تحت الميكروسكوب الاقي الوول بتاع الخليه لونه ازرق زي ما انتم شايفين كده، فكده بتاكد ان الخلايا دي السيل وول بتاعها سيلولوزيك سيل وول. فهمنا؟
وممكن في بعض الاحيان بعض الاورجانيز جوه تتصبغ عادي جدا، النيوكليوس ساعات بتتصبغ باللون الازرق، ولكن الاساس هو مين؟ هو الايه، السيل وول بتاعي، هو ده اللي ببص عليه. فبعرف من خلال الكلام ده ان انا عندي سيليلوزيك سيل وول، في حين مثلا ان عندي ريجنت زي الفلوروجلوسينول والاتش سي ال او الايجنت تاني زي الانيلين، دول ما بيدوش اي كلر مع السيليلوزيك سيل وول. فده يبين لك ايه؟ ده يبين لك ان الريجنتس دي سبيسيفيك للسيليلوز. لو في عندي سيليلوزيك سيل وول هتدي بلو، لو ما عنديش مش هتدي، والريجنتس تانية ما بتديش خالص مع الايه، مع السيليلوزيك سيل وول. يبقى مش اي ريجنت يدي مع السيل وول اللي عندي، حسب الكونتنت بتاع السيل وول نفسه. طيب برضو من الحاجات المهمه قوي ان السيل وولز دي بتدوب، او السيليلوزيك وولز بتدوب في الامونياكال سوليوشن اوف كوبر اوكسايد، بنسميه كوبر اوكسايد اهي او اكس وبعدين امونياكال اي ام، تمام كده. الريجنت ده بيدوب السيليلوزيك سيل وولز وبعدين، او بيدوب السيليلوز عموما يعني، وبعدين بيرسب بعد كده مع الدايلوت سلفوريك اسيد. يعني لو حطيت دايلوت سلفوريك اسيد بعد كده تلاقيه عمل بريسبتد خلاص. يبقى دي كلها ريجنتس مختلفه اقدر ان انا من خلالها ايه، ابص او اتاكد من المواد اللي عندي انها سيليلوزيك، او السيل وول اللي عندي ان هو سيليلوزيك. اشهرهم هم الاثنين الاولانيين دول، الايودين والكلوروزينك ايودين مع السيليلوزيك سيل وولز بتدي بلو كلر. يبقى انا اكسبكتنج ان اشوف البلو كلر ده مع البرايمري سيل وولز ومع التيرشري سيل وولز لو موجوده، بس كده، لان هي دي الحاجات اللي بيكون فيها سيليلوز مينلي بشكل كبير لوحده، ما يبقاش معاه حاجات ثانيه غير البكتين والايه والهيمي سيليلوز. طيب تمام. النوع الثاني من الوولز اسمه الميوسيلوجينس وولز، ويمكن ده بنشوفه في بعض الخلايا، في ميلي طبعا بيكون في البرايمري وولز برضو بيحصل فيها تعديل شويه، ان اهي زي ما انتم شايفين ان بدل ما هي سيليلوزيك عاديه بتبتدي تتحول ان يكون فيها حاجه اسمها ميوسيلج وحاجه تانية اسمها جامز. طبعا انا مش مهم قوي نعرف الجامز دي ايه دلوقتي في المرحله دي، ولكن ان في بعض النباتات بتحتاج مكان تخزن فيه النيوترينز بتاعتها، فبتبتدي تلجا للسيليلوزيك سيل وولز بتاعتها وتحول السيليلوز اللي موجود فيها لمخزن للنيوترينز. المخزن ده بيكون الميوسيلج والجامس، بس كده باختصار شديد. فبالتالي بدل ما كان السيل وول عندي سيليلوزيك بقى ميوسيلوجينس سيل وول، عباره عن ميوسيلج، وبرده الميوسيلج عباره عن بولي ساكرايد زيه زي السيليلوز بالظبط، ولكن الفرق ان السيليلوز كان عباره عن جلوكوز يونتس بس، هنا بيكون عباره عن شوجر and uronic acid units combined with metals، بيكون تركيبه معقد شويه، تمام كده. بنقول عليه هيتيرو بوليساكرايد، هيتيرو يعني هيتيروجينس يعني غير متجانس، بيكون فيه اكتر من حاجه، شوجرز زي جلوكوز مثلا، وفي يورونيك اسيد يونتس، تمام كده، وفي حاجه اسمها ميتلز، تمام يعني، او ميتال سولتس اوف ايه، اوف يورونيك اسيد يونتس. فده تركيبه باختصار، مش عايزين نخش في تفاصيل اكتر من كده فيه. يبقى هنا حصل تعديل، تعديل امتى؟ لان النبات احتاج ان هو يخزن بعض النيوترينز بتاعته، فلجأ للسيليلوزيك سيل وولز، حول السيليلوز بتاعه لميوسيلج، والميوسيلج ده خزن فيه الحاجات اللي هو محتاجها. وده برضو اكشف عنه ازاي؟ ازاي اعرف ان السيل وول اللي عندي ميوسيلجينس وول؟ بستخدم ريجنت حلو قوي اسمه روثينيوم ريد. الروثينيوم ريد ده بيصبغ الميوسيلج بلون من فايلت لريد حسب الايه؟ يعني فايلت ريد رينج كده، حسب الكونسنتريشن بتاع الميوسيلج اللي موجود، لون زي اللون اللي موجود هنا ده كده. تمام، يبقى بتعرف على طول ان السيلز دي الوول بتاعها ده ميوسيلوجينس ايه وولز، واضح؟ تمام. يبقى كده الروثينيوم ريد في حاله الميوسيلج، والايودين او زنك الكلوروزينك ايودين في حاله الايه، في حاله السيليلوزيك سيل وولز. المجموعه الثالثه هي الليجنيفايد وولز، والليجنيفايد وولز بيكون فيها لجنين. طبعا دي اكسبكتنج الاقيها فين وانا مغمض؟ على طول في السكندري وولز. يبقى البرايمري وولز سيليلوزيك، التيرشري وولز سيليلوزيك، احيانا البرايمري وولز ممكن يبقى فيها ميوسيلج، انما السكندري وولز غالبا 90% بيكون فيها لجنين، او 99% بيكون فيها لجنين بكميات كبيره جدا، وبيعمل اكتر من لاير من الليجنيفايد وول ده جوه السكندري وول الواحد زي ما شرحنا قبل كده. اللجنين بينا وبين بعض هنقول عليه الاسمنت بتاع الخليه، هو السترينثنينج ماتيريال، هو اللي بيدي الريجيديتي زي ما شرحنا من شويه، هو اللي بيدي الاستراكشرال سبورت. كل الحاجات دي هو اللي بيعملها مين؟ اللجنين بشكل كبير جدا. قلت لكم حتى اللجنين في بعض الاحيان كمان هو اللي بيدي الريزيستنس تو ديكي، في حاله الود مثلا نباتات لما يكون عندي ود، هو اللي بيدي الريزيستنس تو ديكي اللي هو المقاومه للايه، لعمليه التسوس بتاع الخشب، فاهم؟ فيبقى بيدينا الحاجتين دول، انا كتبتهم لكم هنا، الوول هاردنس والديكي ريزيستنس بتاعه الود نفسها.
خلاص. وقلنا ان في بعض التيشوز، كل الكلام ده انا قلته على فكره قبل كده، ان في بعض التيشوز اللي هي زي الود مثلا، احيانا الجنين مش بس بيكون موجود في السكندري وولز، لا ده كمان بيمتد للبرايمري وولز وبيمتد كمان للميدل لاميلا ممكن، اللي هي اصلا فيها بيكتين. تمام كده. طيب عباره عن ايه بقى الجنين؟ تعالوا نفهم برضو الاستراكشرز مش بنحفظها خالص، انا يهمني بس ان كل ماتيريال منهم تعرف هي عباره عن ايه كلام كده، من غير ما تحفظ استراكشر في المرحله دي. تمام. كيميكالي الليجنين بيكون عباره عن حاجه اسمها فينايل بروبانويد بوليمر. بوليمر يعني متعدد اليونتس، يعني يبقى عندي يونتس كتيره جدا ماسكه مع بعضها، عشان كده بسميه بوليمر. طب اليونت الواحده من دول عباره عن ايه؟ اسمها فينايل بروبانويد. فينايل يعني بنزين، خلاص زي الاخضر ده كده، بنزين دي فينايل، وبروبانويد يعني 3 كربون، بروبين يعني 3 كربون، هتاخديها في الاورجان، هتاخدوها في الاورجانيك، يبقى 1 2 3 ادي 3 كربون زوم خلاص. وبروبانويد اويد دي معناها هو في او اتشز، ففعلا عندك على كل كربون منهم او اتش، واحده من الاو اتشز دي هتبقى ماسكه في اليونت اللي وراها وهكذا. يبقى فينايل بروبانويد يونت يعني عندي بنزين وعندي بروبين، يبقى البنزين موجوده وجنبها 3 كربون، كل كربون شايله او اتش، واحده من الاو اتشز دي داخله في اليونت اللي وراها الفينايل بروبانويد اللي وراها، فيعملوا في الاخر ايه؟ تشين كبيره بنقول عليها فينايل بروبانويد بوليمر او لجنين. خلاص كده؟ طيب. يبقى هتلاحظوا ان هنا ما بقاش في شوجر في اللجنين. دايما كنا في السليلوز نقول بولي ساكرايد بيتكون من شوجر يونتس، لما جيت حتى اتكلمت في الميوسيلج قلت لكم انه بيتكون من شوجر ومعاه يورونيك اسيد يونتس. في البكتين قلنا نفس الكلام، في الهيمي سليلوز قلنا نفس الكلام، بيبقى فيه دايما يا اما شوجر يا اما شوجر اسيد حسب. تمام كده؟ شوجر اسيد مثلا هو زي اليورونيك اسيد اللي هو لما قلنا في البكتين حتى قلنا ان هو برضه عباره عن يورونيك اسيد يونتس موجوده. وبالتالي كل الحاجات دي بتعتبر كربوهيدرات او شوجرز سكريات. انما هنا في الليجنين تركيبه مختلف، ما بقاش فيه شوجر خلاص، بقى فيه فينايل بروبانويد ايه مولكيول، وعامل بوليمر كبير جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. في تيست مهم جدا اعرف منه الوولز اللي عندي لجنيفايد ولا لا، خلاص كده. بعمل بستخدم الايجنت اسمه الفلوروجلوسينول والاتش سي ال، هيدروكلوريك اسيد مع فلوروجلوسينول الاثنين مع بعض، فبلاقي لو الوول عندي لجنيفايد احط النقطتين من دول واحط السلايد بتاعتي تحت الميكروسكوب، ابص الاقي الوول بتاعي كله ستيند من ريد، يعني شاري راد بنقول عليه، او ماجنتا راد، لون كده ايه اللون الراد الغامق ده، او ساعات بيبقى بينك حسب درجه الجنين اللي موجوده قد ايه، فمن البينك لغايه الراد كل ده ايه يعتبر اتصبغ معايا بلون احمر، يبقى كده ده معناه ان الوول اللي عندي بتاع الخليه نفسه فيه الجنين. خلاص هتلاحظوا الوول بس هو اللي اتصبغ، الجزء الداخلي من الخليه ما اتصبغش. نفس الكلام هنا، الوول ده كله اتصبغ احمر، او يبقى الوول ده لجنيفايد كله. فهمتوا ازاي؟ ده كده فكره الايه. وهتلاحظوا ان الريجن ده ما كانش بيدي بوزيتيف ريزلت مع السيليلوزيك سيلولز، يبقى ده يقول لك ان كل الريجن من دول سبيسيفيك لنوع معين من السيلولز، فمهم قوي نعرف الريجنت اسمه ايه وبيدي لون ايه مع مين. بيدي اي بلو مع مثلا السيليلوزيك الايودين، الفلوروجلوسينول بيدي راد مع اللجنيفايد وهكذا. تمام. النوع الثالث او الرابع بقى، احنا دلوقتي اتكلمنا على السيليلوزيك والميوسيلوجينس والليجنيفايد، النوع الرابع بقى اللي هو السوبرايزد اند كيوتينايزد وولز. يبقى هنا بيكون عندي سوبرين او كيوتين، تمام كده، المادتين دول. تمام. والاثنين دول ساعات نقول يعني هم يعني مور اور لاس ذا سيم، بيكونوا بوليمرايزد فاتي اسيدز اند سوبريك اسيد. عندي مركب اسمه سوبريك اسيد، مش هم نعرف الاستراكشر بتاعه، نعرف اسمه بس، عشان كده سميناه سوبرين. والسوبريك اسيد ده بيكون عامل استر، مكون استر، انا عنده كربوكسيليك اسيد جروب هنا وكربوكسيليك اسيد جروب هنا، فبيكون مكون استر مع الفاتي اسيدز، خلاص كده، او عامل بوليمر مع الفاتي اسيد ايه مولكيولز، بلاش استر دي، عامل بوليمر مع الفاتي اسيد مولكيولز. تمام كده. ده بالنسبه للايه للحته دي. طبعا الاستراكشر بتاعه زي ما انتم شايفين كبير جدا جدا جدا، واحيانا بيخش فيه بعض الاروماتيك كومباوندز كمان بتكون موجوده، انما الاساس فيه هو وجود ايه، هو وجود السوبريك اسيد والفاتي اسيد. انتوا عارفين الفاتي اسيد بتبقى لونج تشين طويله جدا من الايه، من الكربون اتومز، فبيكون بوليمر طويل شايفينه كله عباره عن ايه، عن كربونز. تمام. اللي يهمني في الكيميكال بروبرتيز بتاعته الريجنت، عندي ريجنت اسمه الكانا تنكتشر، وعندي ريجنت اسمه سودان 3. التو ريجنتس دول بيدوا مع السوبرايزد سيل وولز بيدوا لون ريد او اورنج ريد، زي ما انتم شايفين كده، لون ريد او لون اورنج ريد. بس امتى؟ لما احط التو ريجنتس دول، مش بحط فلوروجلوسينول اتش سي ال، لا بحط التو ريجنتس دول اللي هم سودان 3 او الالكانا تنكتشر، اي واحد منهم، الاثنين بيدي معاهم ريد او اورنج ريد. المجموعه اللي بعد كده اللي هي اسمها الكايتينيوس وولز، يبقى كل دي تطورات ممكن تحصل في السكندري وول، ممكن يكون فيه لجنين، ودي اغلبيه الاحيان على فكره، في بعض الاحيان ممكن يبقى فيه سوبرين، وفي بعض الاحيان ممكن يكون فيه كايتين.
اللي قدامنا ده. الكايتين ده اللي هو عباره عن برضو بولي ساكرايد ديريفاتيف، تمام. البولي ساكرايد ديريفاتيف ده بيتكون من يونتس متكرره. اليونتس دي في الاساس يا شباب هي عباره عن جلوكوز، عشان تبقوا فاهمين بس، في الاساس هي عباره عن جلوكوز، يعني زيه زي السليلوز كده. ولكن ايه اللي حصل؟ حصل ان واحده، انتوا عارفين الجلوكوز لو اتبصيتوا على الاستراكشر بتاعه هتلاقي كل الكربونز بتاعته عليها او اتشز. فاللي حصل ان واحده من الاو اتشز اللي على كربون من الكربونز اللي هي كربون 2 غالبا اتشالت واتحط بدلها امينو جروب او امينو جروب ان اتش 2. فبقى بدل ما كان عندي جلوكوز بقى عندي حاجه اسمها جلوكوز امين. مش بس كده، ده الان اتش 2 دي كمان بقى عليها اسيتايل جروب سي دبل بوند او سي اتش 3، فبقى عندي اسيتايل وبقى عندي امينو جروب على الجلوكوز، فبقى اسمه ان اسيتايل جلوكوزامين. دي يونت، اليونت دي مسكت في يونت تانية زيها، يونت تالتة زيها، يونت رابعة زيها، عملوا في الاخر تشين طويلة، التشين دي سميناها الكايتن. يبقى كده يا رب تكون وضحت. يبقى الكايتن في الاساس هو جلوكوز زيه زي السليلوز بالظبط، ولكن اللي حصل ان حصل حاجة اسمها ريبليسمنت للاو اتش الاول بامينو جروب، فبقى عندي بدل جلوكوز بقى عندي حاجه اسمها جلوكوزامين، تمام. وبعدين كمان حصل اسيتايليشن على الان اتش 2 فبقت اسيتايل بالشكل ده، فبقى سميناه ان اسيتايل جلوكوزامين. والان اسيتايل جلوكوزامين ده لما عمل منه تشين طويله او كون تشين طويله جدا، فبقى عندي في الحاله دي حاجه اسمها ايه؟ كايتن. طبعا انا مش هطلب منك كل الكلام ده، انا كل اللي عايزك تعرفه ان الكايتن هو عباره عن بولي ساكرايد طويل فيه اسيتايل وفيه امينو جروبس، مش اكتر من كده، انما انا بفهمك ايه اللي حصل. طيب الكايتينيوس وول ده عباره عن ايه؟ الكايتينيوس وول ده بنلاقيه دايما في اكتر، مش في الخليه النباتيه، بنلاقيه اكتر مثلا في السيل وول بتاع الانسكس بتاع الفانجاي، ولكن ستيل برضو بيبقى موجود في بعض الخلايا بتاعه النبات. انما الاساس بتاعه ان هو بيكون السكيلتال سبستنس او القشره الخارجيه بتاعه حاجات زي الانسكس زي الفانجاي زي الجمبري مثلا الشريمب، القشره الخارجيه دي كلها بتكون عباره عن الكايتين ده، بتكون كايتينيوس وول. خلاص كده تمام. ولكن بيبقى ستيل موجود في ايه؟ في النباتات، في بعض النباتات. يبقى الاساس في السكندري وولز هو اللجنين، ده الماجوريتي في كل النباتات. انما في بعض الاحيان ممكن يبقى سوبرين زي ما شرحنا في السلايد اللي فاتت، وفي بعض الاحيان ممكن يكون كايتن زي السلايد دي. وبرضه هكشف عنه ازاي؟ الكشف عنه سهل قوي. اول حاجه بعمل دي اسيتايليشن، يعني بشيل الاسيتايل جروب دي خالص، تمام. فبوصل بدل ما كان عندي بولي ساكرايد اوف ان اسيتايل جلوكوزامين، بقى عندي بولي ساكرايد اوف جلوكوزامين بس. فالبولي ساكرايد اوف جلوكوزامين بس ده اسمه كايتوزان. كايتوزان خلاص كده. الكايتوزان ده بكشف عنه. طب احول دي استايليشن ده بعمله ازاي؟ بحط الكالي صوديوم هيدروكسيد عادي جدا 50% واسخن عند درجه حراره عاليه شويه لمده ساعه، تمام. فيتحول الكايتن لكايتوزان، تمام. مش مهم نحفظ الموليكولار فورمولا قوي، المهم بس نعرف ان هو اسمه كايتوزان. وطبعا نتيجه الكايتوزان بيطلع باي برودكتس، الاسيتايل ده بيطلع في صوره اسيتيك اسيد، وال ان اتش دي بتطلع في صوره امونيا. يبقى دول باي برودكتس بتطلع من الرياكشن. بعد كده الكايتوزان ده بيبدا يدي مع، احط له بس ايودين سوليوشن ودايلوت سلفوريك اسيد، يبدا يديني لون ديب فايلت كلر. هتلاحظوا ان الريجن ده تقريبا استخدمناه قبل كده في السليلوز، خلاص، بس كان بيدي لون بلو، هنا بيدي لون فايلت. بس امتى؟ لازم اكون عملت هيدروليسز الاول او دي اسيتايليشن، حولت الكايتن انتو كايتوزان في الاول. يا رب تكون الدنيا ايه وضحت، تمام. يبقى الكايتن بيتحول لكايتوزان عن طريق الالكالي مع تسخين عند درجه حراره عاليه، وبعدين الكايتوزان اللي هو البولي ساكرايد اوف جلوكوزامين ده مجرد ان انا احط له ايودين سوليوشن مع دايلوت سلفوريك اسيد وابص تحت الميكروسكوب الاقي الوولز اخذت لون ديب فايلت زي ما انتم شايفين، يبقى اعرف على طول ان الخلايا دي الوول بتاعها كايتينيس، يعني فيها كايتن. يبقى كده كل سيل وول فهمنا الاحتمالات المختلفه، عرفنا يعني ايه لجنين، عرفنا يعني ايه كايتن، عرفنا يعني ايه سوبرين، ايه الكيميكال ايجنت اللي بيدي ستين مع كل واحد من دول، وبالتالي اقدر احدد نوع السيل وول اللي عندي. واضح؟ تمام. بكده يا شباب نكون خلصنا تقريبا السيلولر ليفل، اتكلمنا على الميتابوليك بلان سيل بشكل مفصل جدا، عرفنا الديفرنت اورجانيز، عرفنا تركيب السيل ممبرين، عرفنا تركيب السيل وول، الفانكشنز المختلفه بتاعت كل الاورجانيز، يعني اخدنا صوره كامله عن الميتابوليك بلان سيل بشكل كبير. طيب دلوقتي بقى نبتدي نتكلم شويه على نوع تاني او على توبيك تاني اسمه السيل ديفرنشيشن. ايه يعني ايه سيل ديفرنشيشن؟ دلوقتي البلانت سيلز دي كده كده ليها نفس البيزك اورجانيزيشن تقريبا، او نفس التنظيم الداخلي كله او التركيب الداخلي كله تقريبا واحد، صح؟ لكل الخلايا النباتيه، ومع ذلك ممكن تلاقي خلايا موجوده في الليف بتعمل وظائف مختلفه عن الخلايا اللي موجوده في الايه الستام بتعمل وظائف مختلفه. يبقى ده معناه ان ات ماتيوريتي لازم الخلايا دي يحصل فيها نوع من انواع السبيشاليزيشن. سبيشاليزيشن يعني التخصص، تمام كده؟
بحيث انها تبتدي تختلف عن بعضها سواء في الاستراكشر او في الفانكشن. وده هيتم ازاي؟ هيتم من حاجه اسمها من خلال حاجه اسمها السيل ديفرنشيشن. يبقى هنا بدا بقى يحصل ايه؟ التطور بتاع الخليه. طيب حتى وممكن في بعض الاحيان يكون جنب بعض، تكون الخلايا دي جنب بعضها، تمام كده؟ ممكن في بعض الاحيان تلاقي بعض البلانت سيلز دي ما بقاش فيها نيوكليس خلاص، لان انت بيحصل تطور للخليه او ديفرنشيشن للخليه بحيث انها تؤدي وظيفه معينه، فبتحتاج اورجانيز معينه وما بتحتاجش حاجات تانية. فهمتوا ازاي؟ طيب وهنا ده بنخش بقى في مرحله التيشو، ان الجروب اوف بلانت سيلز اللي بتبقى قريبه من بعضها في الفورم وفي الفانكشن، يعني اللي حصل لها سبيشاليزيشن بنفس الطريقه وبقت خلاص متخصصه في حاجه معينه، الجروب ده بيتجمع مع بعضه ويعمل تيشو، تمام؟ فبقى عندي في النبات ثلاث انواع من التيشوز، نوع بنسميه الجراوند تيشو، نوع تاني بنسميه الفاسكولر تيشو، ونوع تالت بنسميه الديرمال تيشو، وكل تيشو من دول سبيشاليزد في اتجاه معين، يعني متخصص في اتجاه معين، له وظيفه معينه بيأديها، وبالتالي كل الخلايا اللي هتكون موجوده جوه التيشو ده هتكون ايدنتيكال سواء في الفورم او في الفانكشن بتاعتها. واضح؟ يبقى كده يا رب كده الدنيا تكون ايه؟ وضحت. يبقى على مستوى الخليه الميتابوليك بلانت سيلز كلها زي بعض زي ما شرحنا التركيب بتاعها، ولكن بعد الماتيوريتي خلاص بعد عمليه الماتيوريشن بتبتدي السيلز دي تتخصص، يعني يحصل لها سبيشاليزيشن، وعشان تتخصص لازم زي ما قلت لكم ايه يبدا يبقى عندي ممكن يبقى خلايا جنب بعضها، ولكن كل خليه ليها فورم معينه وليها فانكشن معينه بتاديها، فممكن تلاقي فيها تركيبها بدا يتغير شويه عن الخليه اللي جنبها، تمام؟ وتتجمع بقى الخلايا اللي ليها نفس الاستراكشر ونفس الفانكشن وتعمل التيشو بتاعها، اللي هو ممكن يكون جراوند تيشو او ممكن يكون فاسكولر تيشو او ممكن يكون ديرمال ايه تيشو. تعالوا بقى نشوف شويه او نفرق ما بين الثلاثه دول وبعض. لو جينا بقى نشوف حته السبيشاليزيشن اللي انا بكلمكم عليها دي، ان هنا مثلا هتلاقي مجموعات الخلايا اللي متجمعه وعامله الجراوند تيشو، هتلاقي دايما دي بتمثل الماجوريتي بتاعت النبات، يعني الماجوريتي بتاعت النبات هو الميتريكس الجراوند ده، مش كده؟ جراوند تيشو ده معناه ميتريكس، يعني هو ده الايه اكتر حاجه موجوده، تمام؟ الماجوريتي بتاعت الخلايا اللي من نوعيه الجراوند تيشو سيستم دي غالبا هتكون وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تعمل تخزين، ممكن ستورج، فهتلاقي الخلايا سبيشاليزد قوي انها تخزن جواها بعض نيوترينز، وهتلاقي دايما واحده بنوصفها نقول دي فيها ستارش، دي فيها اليرون جرينز، يبقى حاجات كلها بتخزن بيها ايه؟ الاكل بتاعها، الشوجرز والبروتينز والكلام ده، او سبورت هتلاقي بعضها بتدعم، الجراوند تيشو ده غالبا دوره برده بيكون تدعيم سبورت شويه، ممكن تلاقي فيها كلوروفيل فتبقى في الحاله دي كلوروبلاست اكتر، فبالتالي يبقى فيها كلوروبلاست اكتر وبالتالي تبقى في الحاله دي ايه؟ تبقى للفوتوسنثيسيس، وهتلاقيها دايما موديفايد تلاقي الكلوروبلاست فيها اكتر شويه، بيبقى سبيشاليزد بقى، فاهمين قصدي؟ فيبقى ده الجراوند تيشو سيستم. الفاسكولار تيشو سيستم هتلاقيه مينلي سبيشاليزد في حته الكوندكشن او عمليه التوصيل، ان هو بيوصل بقى النيوترينتس المختلفه سواء الميه او الشوجر اللي هو الجلوكوز او السكروز حسب، تمام؟ فالكوندكشن في الحاله دي بيكون مهم قوي من خلال الفاسكولار تيشو سيستم، عشان كده هتلاقيه دايما الخلايا بتاعته سبيشاليزد انها تبقى عامله قنوات تيوبس بحيث انها ايه توصل التيشو ده، يعني عموما بيكون عباره عن تيوبس توصل بقى بنوع عليها الزايلم والفلويم بحيث انها توصل الايه الشوجرز والميه، الزايلم دايما بيوصل الميه والفلويم دايما بيوصل الايه الشوجرز، بجانب برضو الاسترينث والسبورت طبيعي، تمام؟ الديرمال تيشو ده بيكون الديرمال يعني زي البشره كده، يبقى ده الجزء الخارجي خالص، فده بيكون دوره دايما كفرنج وبروتكشن، يبقى دايما الخلايا بتاعته ممكن تلاقي فيها سبيشاليزيشن بشكل معين انها تبقى دورها بس الحمايه، فتبقى كفرد او البروتكشن، فيبقى كل نوع من الخلايا بيكون تيشو من دول حصل له سبيشاليزيشن بشكل مختلف عشان يؤدي الوظيفه دي، وهو ده اللي احنا بنسميه سيل ديفرنشيشن يا شباب، هو ده السيل ديفرنشيشن، تمام كده؟ وعشان كده هنشوفه بقى بتفصيل مثلا دلوقتي لما نيجي نتكلم على الجراوند تيشو، ايه انواع الخلايا اللي ممكن تكون موجوده في الجراوند تيشو؟ هتلاقي انواع خلايا هم كلهم بلانت سيلز بس حصل لهم سبيشاليزيشن بشكل كبير وبقى عندي ديفرنشيشن ما بينهم وما بين بعض، اقدر افرقهم كمان عن بعض، فهمتوا ازاي؟ بس كده. وطبعا دول بيبقوا كونكتد كلهم ثرو ذا بلانت، يعني ممكن الاقي في نفس الاورجن الريليف مثلا فيها جزء جراوند وجزء تاني فاسكولر وجزء تالت ديرمال عادي جدا، فبالتالي هم كلهم مش ده منفصل في حته وده منفصل في حته تانيه، لا ده انا في نفس الاورجن بتاع البلانت ممكن الاقي الثلاثه موجودين مع بعض والثلاثه بيأدوا الوظائف كلها مع بعضهم، الديرمال يعمل البروتكشن مع الفاسكولر يعمل الكوندكشن مع الجراوند يعمل مثلا الفوتوسينثيسيس او الاستورج وهكذا، فهمتوا ازاي؟ فمهم قوي نعرف وظيفه كل تيشو من دول ايه، خلاص؟ تمام، تعالوا بقى نشوف الجراوند تيشو، النهارده هنتكلم مينلي على الجراوند تيشو سيستم.
لو بصينا على الجراوند تيشو سيستم، فاحنا اتفقنا ان الوظيفه بتاعته هي الفوتوسنثيسيس الاستورج والسبورت، وقلنا ان ده يمثل تقريبا الميجر تيشو اللي موجود في البلانت، هتلاقيه في كل الاورجنز تقريبا موجود. خلاص كده طبعا باختلاف الوظائف، يعني لو موجود في الليفي ممكن يبقى دوره الفوتوسنثيسيس، انما لو موجود في الستام او الروت تحت ممكن يكون دوره الاستورج وهكذا، والسبورت مثلا في حاله الستام وهكذا. طيب انواع بقى التيشو، هتلاقي ان الجراوند تيشو ده نفسه متقسم لثلاث انواع، في منه جزء من نوع ايه بارينكايميتس تيشو او بارينكما، وبالتالي ده بيتكون من حاجه اسمها بارينكما سيلز، كولينكايميتس تيشو ده بيتكون من حاجه اسمها كولينكما سيلز، وسكلينكايميتس تيشو ده بيتكون من حاجه اسمها سكلينكما سيلز. يبقى هنا حصل عندي سيل ديفرنشيشن، بدل ما كان عندي ميتابوليك بلانت سيل وخلاص بتكلم عليها من شويه، اتحولت لحاجه اسمها بارينكما سيل، او اتحولت لحاجه اسمها كولينكما سيل، او اتحولت لحاجه اسمها سكلينكما سيل، وبدات البارينكما تتجمع مع بعضها، خلايا البارينكما تتجمع مع بعضها وتعمل بارينكما تيشو، والسكلينكما تتجمع مع بعضها وتعمل سكلينكما تيشو، والكولينكما تتجمع مع بعضها وتعمل كولينكما ايه تيشو. هو ده اللي بنسميه السيل ايه ديفرنشيشن. واضح يا شباب؟ تعالوا بقى نشوف الفرق بين الثلاثه دول وبعض. خلاص، قبل بس ما نشوف الفرق ده، تعالوا كده من الرسمه دي هتبين لك حاجه حلوه قوي. انا دلوقتي عندي ليف اهي، خلاص رحت عامل ايه، رحت قاطع الليف دي بالعرض وبصيت كده من جوه، كاني جبت كده ميكروسكوب وبصيت فيه من جوه مجازا، يعني ده بنقول عليه ترانسفيرس سكشن او قطاع عرضي. تمام، تعالوا نشوف التركيب بتاع الليف دي من جوه عامل ازاي. ما ده الاورجن المفروض انه بيتكون من مجموعه من التيشوز، ففعلا لما جينا بصينا من جوه لقينا ان عندي بره خالص ديرمال تيشو، تيشو خارجي اللي مسؤول عن الكفرنج والبروتكشن، وبعدين لقيت بعديه جراوند تيشو لون الاصفر ده. الجراوند تيشو ده غالبا هيكون وظايفه اللي احنا قلناها فوتوسنثيسيس عشان في الليف، تخزين، سبورت، وجزء داخلي عباره عن الفاسكولار تيشو وظيفته الكوندكشن، وظيفته انه ايه يوصل، هو اللي بيوصل الايه الميه، هو اللي بيوصل السكريات، اللي هو لما تيجي انت تبص على الورقه من بره بتلاقي العرق اللي في السنتر ده اللي هو بنقول عليه المدرب، ومجموعه عروق كده جانبيه فينز ثانيه حواليها، كل دي هي دي فاسكولار تيشو، هي دي اللي بتوصل الميه والفلوي والشوجرز والكلام ده كله. فانت خلاص من خلال بس ان انت مجرد بصيت بس على الاورجن نفسه من جوه، شفت التلات انواع من التيشوز موجودين جوه نفس الاورجن، وكل نوع بيأدي الوظيفه بتاعته. بالعكس بقى، ده انت كمان لو بصيت على الجراوند تيشو ده ممكن تلاقي فيه اكتر من نوع زي ما شرحنا هنا، وهنشوف بقى الفرق بينهم وبين بعض ايه، وده اللي احنا بنسميه زي ما قلت لكم ايه سيل ديفرنشيشن. تعالوا نشوف كده مع بعض اول نوع من الجراوند تيشو سيستم، هو البارينكايميتس تيشو، ونشوف بقى الخلايا هنا حصل لها سبيشاليزيشن ازاي. البارينكايميتس تيشو هو الكومن فاندمنتال جراوند تيشو اوف ذا بلانت، يعني هو اشهر جراوند تيشو موجود في البلانت، يعني هو اشهر من الكولينكايميتس واشهر من السكلينكايميتس، هو ده اللي بعتبره فعلا الماتريكس، يعني هو ده الايه اشهر حاجه موجوده، وبالتالي هو طبيعي بما انه اكتر حاجه موجوده هو اقل حاجه حصل فيها سبيشاليزيشن، يعني مش هتلاقي سبيشاليزيشن كبير قوي حصل في الخلايا دي عن الميتابوليك بلانت سيل اللي احنا شرحناها من شويه، اللي هي الخلايا العاديه بتاعه النبات العادي، تمام، او الخليه الميتابوليك العاديه خالص اللي لسه ما حصلهاش ايه ديفرنشيشن. طيب تعالوا نشوف، بما انها كده يبقى هلاقي مثلا اول حاجه البرايمري سيل وول موجود وسيليلوزيك، ففعلا هي عندها سيليلوزيك برايمري ثين وولز، يبقى ما عنديش سكندري وول خالص فين في البارينكايميتس تيشو. السيلز بتاعت البارينكما هنا اللي بتكون البارينكايميتس تيشو كلها بتكون برايمري ثين وولز، وبالتالي بتكون طبعا كونتيننج سيليلوز. خلاص كده. طيب الحاجة التانية، شكل الخلية نفسه بتبقى ممكن تقول عليها راوندد، ولكن الراوندنج هنا ما بيبقاش كومبليت راوندنج او سفيريكال، يعني ما بتكونش مدورة قوي، بنقول عليها ايزو دايمتريك، يعني بتحس انها راوندد اه بس عاملة اضلاع شوية مضلعة، ساعات نقول عليها مجازا بوليهيدرال، بوليهيدرال لان عندها اكتر من شايفين اضلاع، بس هي في الاخر مور اور لس سفيريكال، يعني بس بنقول عليها ايزو دايمتريك، متساوية الايه الاضلاع، لانها ستيل فيها تضليعة خفيفة جدا. في بعض الاحيان بدل ما تكون سفيريكال اللي هي الايزودايمتريك اللي بنقول عليها دي، بتكون الونجيتد شويه، يعني مشدوده شويه او مسحوبه شويه لبره، بنقول عليها اكزيالي الونجيتد، يعني بتكون كده، تمام، بتكون خليه طويله شويه كده، تمام، بنقول عليها اكزيالي ايه الونجيتد، بس ستيل بتفضل ايه بتفضل بارينكيما سيل برضه، ما بتتغيرش، هي بارينكيما سيل برضه في الحالتين. خلاص واضح، يبقى يا اما تبقى ايزودايمتريك او سلايتلي اكزيالي ايه اكزيالي الونجيتد سيلز، تمام، وبيكون عندها نارو اور وايد انتر سيلولار سبيسز. شايفين المسافات دي، المسافات البينيه اللي موجوده هنا دي بنسميها انتر سيلولار سبيسز، مسافات موجوده ما بين الخلايا، ممكن تكون في كتير من الاحيان واسعه في البارينكيما تيشو،
او بتكون ضيقه، بس في كتير من الاحيان بتكون واسعه وانت تقدر تشوفها وبتبقى في شكل مثلثات كده. عشان كده حتى واحنا بنقول لكم وانتوا بترسموها خلي بالك ان انت تبقى عامل حسابك ان يكون في مثلثات موجوده ما بين الايه الخلايا وبعضها زي ما انتوا شايفين كده. دي الانتر سيلولار سبيسز اللي موجود، ودي طبعا بتكون ما فيهاش اي نوع من انواع الايه اللجنين او غيره، لا وايد انتر سيلولار سبيسز، عشان كده حتى بتبقى لونها ابيض كده زي ما انتوا شايفين. واضح؟ تمام. يبقى ده التركيب المبدئي بالنسبه للبارينكايميتس تيشو والخليه بتاعته. لو جيت مسكت البارينك مسال دي وبصيت عليها هو تركيب الميتابوليك بلان سيل بالظبط. برايمري ثين وول عادي جدا، وبعدين البلازما ممبرين، وبعدين الاورجانيز كلها موجوده جوه. عشان كده بقول لكم هي السبيشاليزيشن هنا كان اقل سبيشاليزيشن ممكن، ما حصلش تطور كبير قوي في الشكل بتاع الايه الخليه. تعالوا نكمل. احنا قلنا ان السبيشاليزيشن في البرينكيميتس تيشو ما بيبقاش كبير قوي، ولكن من ضمن اهم حاجات اللي بتحصل في عمليه السبيشاليزيشن في البرينكيما سيلز هي عن الميتابوليك بلان سيل عاديه، ان يبتدي يبقى فيها سيل كونتنت كتير من حاجات معينه النبات عايزها او التيشو ده عايزها. يعني لو التيشو ده عايز يعمل فوتوسنثيسيس كتير، فتلاقي مثلا الكلوروبلاست تبتدي تكتر شويه زي ما انتم شايفين هنا كده. خلايا بارينكيما دي الونجيتد شويه، هي شايفينها الونجيتد ازاي، هنا دي ايزو دايمتريك ازاي، يبقى في فرق بينهم. ممكن تلاقي بارينكيما كده وممكن تلاقي بارينكيما كده حسب التيشو. تمام. فهنا بتلاقيها ايزو دايمتريك شويه، هنا بتلاقيها اكزيالي الونجيتد زي ما شرحنا من شويه. هنا بتلاقي فيها كلوروبلاست كتير، يبقى انت اكسبكتنج ان غالبا التيشو ده هيكون دوره مهم جدا في الفوتوسنثيسيس، عشان كده كلوروبلاست كتيره. ممكن في بعض الخلايا التانيه تلاقي زي هنا مثلا في ستارش كتير جدا، الستارش ده انا عامل له ستيننج هنا، ففي ستارش كتير، ستارش جرانيولز، وبالتالي يبقى ده غالبا هيبقى وظيفته التخزين، ستورج للماتيريال وهكذا. يبقى ده معناه ان في احتمالات كتير جدا للكونتنت انه يبقى يزيد بشكل معين في البارينكيما تيشو حسب مكانه حسب دوره ايه. الحاجة التانية هنلاقي دايما، طب موجودة فين بقى البارينكيما تيشوز دي؟ دايما بنلاقيها في مكان حلو قوي في كل الأجزاء بتاعت البلانت اسمه الكورتكس، تمام؟ وفي مكان تاني اسمه البيث. الكورتكس ده بيكون تقريبا أول لاير بعد الديرمال تيشو، يعني الديرمال تيشو اللي هو بيبقى خارجي بيعمل الكفرنج، اللاير اللي بعديه على طول بتكون غالبا هي الجراوند تيشو، وبتكون غالبا هي الكورتكس، وبيكون فيها تركيبها ميلي بارينكيما سيلز. البيث ده بيكون في السنتر بتاع الاستراكشر بتاع الاورجن بتاعي، يعني في التيشو لو بنتكلم على اورجن مثلا زي الليف مثلا، ممكن الاقي في السنتر بتاعه بالظبط بتاع الاورجن ممكن الاقي فاسكولار باندل، تمام؟ طيب انما لو في ستم لو جيت قطعت فيه ممكن الاقي في السنتر في البيث ده، خلايا برضو بارينكيما موجوده في السنتر ومتحوطه بالفاسكولار تيشو، الفاسكولار تيشو حواليها. فهي دايما بتلاقيه في حاجه اسمها السوفت بورتس، دي بنسميها السوفت بورتس من النبات، الجزء الداخلي قوي اللي هو في السنتر ده بنسميه البيث، والجزء اللي تحت الديرمال تيشو على طول وده بنسميه الكورتكس، بدون دخول في تفاصيل قوي الحته دي. يبقى كده عرفنا البارينكيما سيلز بيحصل لها سبيشاليزيشن ازاي. اول حاجه السبيشاليزيشن فيها مينيمال مش كبير، تمام؟ البرايمري وولز بس هي اللي موجوده بتكون ثين وسيليلوزيك، وما بيكونش عندي نوع من انواع اي سكندري وولز او لجنين او غيره، تمام؟ طبعا الخلايا نفسها شكلها بتكون يا اما ايزو دايمتريك يا اما اكزيال الونجيتد زي ما احنا قلنا. الحاجه الثالثه بيكون في انتر سيلولار سبيسز موجوده، لازم تكون موجوده سواء صغيره او كبيره ولكن لازم تكون موجوده. الحاجه الرابعه السبيشاليزيشن بالكونتنت نفسه، وده هيكون حسب دور التيشو ده ايه، لان البارينكيما هي احد انواع الجراوند تيشو، والجراوند تيشو له ادوار كتير، فوتوسنثيسيس وستورج وسبورت، فحسب مكانها فين الكونتنت بتاعها هيختلف. تعالوا نشوف برضو الحته دي بشكل مفصل اكتر في السلايد اللي جاي. طب الاماكن بتاعت وجود البارينكيما تيشو في النبات فين؟ الكورتكس تحت الديرمال تيشو على طول، او البيث في السنتر بتاع الايه الاورجن، تمام كده؟ وده غالبا الاماكن دي كلها بنقول عليها السوفت ايه بورتس. ده ملخص سريع للبارينكيما او بارينكايميتس ايه تيشوز. هنا بيقول لك فعلا ازاي البارينكايميتس تيشوز دي بيحصل لها السبيشاليزيشن حسب الوظيفه. فلو هي مثلا فيها الكلوروبلاست كتير هيبقى دورها الفوتوسنثيسيس، يبقى غالبا التيشو ده هيكون موجود في الليف، هتشوفه في الكورتكس مثلا بتاعت الليف اكتر، تمام كده؟ لو هي فيها ستارش كتير، ميه، اويل، سولتس، مينرالز، الحاجات دي كلها هتكون وظيفتها ايه؟ الاستورج، فهتكون مخزن، تخزين، دي بتلاقيها مثلا في الروت اكتر، تمام كده؟ الروت بيبقى مكان تخزين كويس جدا. بتلاقيها في السيد بشكل كبير، حاجات بالشكل ده. السكريشن مثلا ان هي بيكون فيها ريزنز او تانينز او انزيمز او نكتر، فولاتايل اول، دي بتلاقيها مثلا في الفلاورز، الحاجات اللي بالشكل ده، تلاقي البارينكيما سيلز بتاعت التيشوز بتاعتها بتبقى فيها الكلام ده عشان تعمل سكريشن للحاجات دي، تمام؟ مش بس كده بقى، ده كمان بنلاقي ان في بعض الاحيان البارينكيما سيلز دي بتعتبر مخزن خلايا. يعني ايه مخزن خلايا؟ يعني النبات بيخليها
ويستخدمها لما يكون عنده ديفكت او انجري في اي تيشو عنده. يعني مثلا نفترض ان النبات حصل عنده تيشو في الزايلم اللي هو الفاسكولار تيشو بتاعه، يعوض الفاسكولار تيشو ده ازاي؟ انه ياخد شويه من البارينكيما سيلز اللي عنده اللي هو شايلها، الريزيرف سيلز دي الخلايا الريزيرف بتاعته، ويحولها او يعملها ديفرنشيشن انتو زايلم. عشان كده البارينكيما هي الليست سبيشالايزد، هي اقل سبيشالايزيشن حصل، فهي قريبه قوي من الميتابوليك بلان سيل الجنرال العاديه اللي شرحناها في اول المحاضره، وبالتالي عمليه الديفرنشيشن بتاعتها بتكون سهله وتتحول بعد كده للزايلم ايه سيلز وهكذا. تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي عايز اقول لكم عليها ان البارينكيما سيلز تعتبر ليفنج ميتابولايزنج سيلز، يبقى هي خلايا حيه وبتقدر تعمل الميتابوليزم عندها بشكل طبيعي جدا، عشان كده هي اقرب ما يكون للميتابوليك بلان سيل اللي شرحناها في اول الايه المحاضره بتاعتنا. يا رب كده تكون لمينا البارينكايميتس تيشو بشكل كبير. يبقى البارينكايميتس تيشو هو احد انواع الجراوند تيشو، بيتكون من مجموعه خلايا من البارينكما. البارينكما دي ليها مواصفات معينه، برايمري ثين سيلولوزيك ثين وول، ايزو دايمتريك سيلولوزيك ثين وول، ايزو دايمتريك او اكزيالي لونجيتد سيلز، بيكون في انتر سيلولر سبيسز موجوده فيها. تمام. الاورجانيز بتاعتها عاديه جدا، ولكن بيكون فيها سيل كونتنت من حاجات معينه حسب الوظيفه بتاعتها، وبتكون ليفنج ميتابولايزنج سيلز كلها. تمام. اماكنها بتكون موجوده في الكورتكس وموجوده في البيث اللي هي السوفت بارتس اوف ذا ايه اوف ذا بلانت. تمام. طبعا فيها كلوروبلاست كتير يبقى تعمل فوتوسنثيسز، فيها ستارش واوكزاليت ووتر وسولتس والكلام ده يبقى تعمل ستورج، فيها ريزن ونكتر واويل والكلام ده يبقى تعمل اكتر سكريشن، فيها غالبا بيكون فيها يعني او تانينز او انزيمز يعني، ودي الحاجات تقريبا الوظائف الاساسيه بالنسبه لنا. حتى السبورت بيبقى قليل قوي لان الوول بتاعها سيلولوزيك، فما بتقدرش تعمل سبورت بشكل ايه بشكل كبير بس كده. وطبعا اهم حاجه انها ريزيرف سيلز للنبات بيحتاجها يقدر يحولها لاي نوع من انواع الخلايا عنده حصل فيه نقص او شورتج. النوع اللي بعد كده شباب هو الكولينكايميتس تيشوز. بعد ما خلصنا البارينكما تعالوا بقى نشوف الفرق. التانيه كنا بنقول عليها ليفنج ميتابولايزنج سيلز، عندها ميتابوليزم كتير، بتقدر انها تعمل الميتابوليزم بتاعها بشكل كويس لانها قريبه قوي للميتابوليك بلان سيل، ما حصلش فيها موديفيكيشن بشكل كبير، وبتخزن النيوترينز جواها والكلام ده. الكولينكايميتس هي ليفنج ميكانيكال تيشو، الكولينكايميتس تيشو ليفنج ميكانيكال تيشو، بالتالي السيلز بتاعته هتبقى ليفنج ميكانيكال سيلز. يعني ايه ميكانيكال؟ ميكانيكال يعني حركه، انت عارف يقول لك ده الميكانيكا، الميكانيكا يعني الحركه نفسها، الحركه نفسها. يعني معنى الكلام ده ان النوع ده من الخلايا هيكون موجود في الاماكن اللي محتاج فيها فليكسيبيليتي شويه، محتاج انها تتحرك بشكل فيه فليكسيبيليتي، ما بتبقاش ريجيد قوي خلاص، بس في نفس الوقت وهي بتتحرك لازم تكون كويسه، لازم تكون سبورتد بحيث انها ما تتقطعش ما تتكسرش ما يحصلش فيها مشكله. فبالتالي في الحاله دي انا لازم يكون عندي ثيكنينج، بس الثيكنينج ده ما يبقاش ريجيد. فعشان كده عمرك ما هتلاقي في الكولينكايميتس تيشو لجنين، لان الجنين ريجيد جدا وقوي جدا اسمنت، فبالتالي ما فيهوش فليكسيبيليتي. انما ممكن تلاقي في الكولينكايميتس تيشو انواع تانية من الثيكنينج، الثيكنينج ده يخلي التيشو نفسه ايه، يخلي التيشو نفسه فليكسيبل. يعني ممكن يكون الثيكنينج سيليلوز، السيلولوز بس كتير شويه، ازيد من البرايمري ثين سيل وولز العاديه، فممكن يكون سيلولوز، ممكن يكون فيها ميوسيلج مثلا، ميوسيلجن سيل وولز، ممكن يكون فيها سوبرين، تمام؟ ممكن يكون فيها كايتن، الحاجات دي ممكن تكون موجوده، انما مش لجنين، اللجنين بيبقى الريجيديتي بتاعته عاليه قوي، واغلبيه الثيكنينج اللي موجود في الكولينكما بيكون سيلولوزيك، بس بيكون سيلولوزيك ثيكنينج كبير، ما بتبقاش ثين سيل وولز زي بتاعه البارينكما. يبقى اول فرق ما بين البارينكما والكولينكما حته الميكانيكال والميتابولايزنج، ان دي ميكانيكال والتانيه ميتابولايزنج اكتر، فالتانيه مش محتاجه ان السيل وول بتاعها يحصل فيه موديفيكيشن بشكل كبير، عشان كده الوول بتاعها ثين وفي سيلولوز. انما هنا بما انها ميكانيكال فمحتاجه حركه وفي نفس الوقت محتاجه قوه، فلازم السيل وول بتاعها يكون ثيكند ويكون فيه سيلولوز او بعض الحاجات اللي هي بتدي فليكسيبيليتي، فما يبقاش فيها لجنين. عشان كده بنلاقي المكان ده فين؟ بنقول عليه بيعمل حاجه اسمها ستراكشرال سبورت مع الميكانيكال تيشو او مع الفلكسبيليتي اللي احنا بندور ايه عليه. يبقى ده محتاج يكون موجود في النون وودي بورتس، النون وودي بورتس الاماكن اللي هي ما فيهاش وود بشكل كبير خلاص، لان الوود طبعا خشب بيكون قوي جدا وريجيد جدا، فيبقى محتاج لجنين اكتر، فدي هتكون في النون وودي بورتس. يعني مثلا تلاقي نبات عندك هيربيشيس، يعني هيربيشيس يعني الستام بتاعه لونه اخضر زي الحاجات اللي بنجيبها في البيت دي كلها هيربيشيس، ما بتبقاش خشب. فالهيربيشيس ستامز دي لو بصيت عليها هتلاقي جوه في الكولينكما سيلز بتاعتها بتكون موجوده، لان الكولينكما بتديها فليكسيبيليتي وبتديها ستراكشرال سبورت في نفس الوقت. فهمنا ازاي يا شباب؟ برضو بنلاقيها في الليفز، لان الليفز محتاجه
تكون فيها فليكسيبيليتي شويه، تمام، مع برضو انها تكون قويه او تكون ماسكه نفسها. فيبقى برضو هتلاقيها موجوده في الليفز، تلاقيها موجوده في المدرب اللي هو الجزء الداخلي اللي هو في السنتر بتاع الليف، العرق اللي في النص ده، ده بتلاقيها موجوده فيه، بتلاقيها في البيتيول بتاعت الليف، البيتيول اللي هي الحته اللي هي بتبقى في اخر الليف من تحت، بتشيل الليف على الستام، بتبقى عامله زي الستوك كده او عامله زي الحامل كده بيشيل الليف، فده برضو محتاج مرونه شويه. فبالتالي دايما تلاقي الكولينكيما موجوده فيه. يبقى باختصار الاماكن اللي محتاجه حركه ميكانيكال، تمام، وفلكسبيليتي مرونه، وفي نفس الوقت محتاجه قوه ستراكشرال سبورت، دي تلاقي فيها الكولينكيماتس تيشو بشكل كبير. تعالوا بقى نشوف الخلايا نفسها عامله ازاي. احنا قلنا اهم فرق بين الكولينكيما والبارينكيما هو السيل وول. السيل وول في الكولينكيما كان ثين، هنا بص الوول عامل ازاي، ثيك، ثيك سيل وول، وممكن يكون سيلولوز بس عادي ولكنه ثيك. وبما ان في وجود ثيكنينج بالشكل ده، تلاقي ايه بقى الاماكن السوداء دي كلها عباره عن ثيكنينج، تمام. فتلاقي ايه بقى في القصه دي، لو جيت رسمت كده الوول، ادي مثلا خليه وادي خليه تانية، لو هي بارينكما كنت هتلاقي، وادي خليه تالتة، لو هي بارينكما كنت هتلاقي مسافه بينيه هنا موجوده في النص، صح، المثلث ده. انما نتيجه وجود الثيكنينج ايه اللي حصل، بقى عندك خليه، لو نرسمها تاني، ادي خليه اهي وادي خليه تالتة، المسافه اللي في النص دي كانت موجوده في البارينكما، ليه؟ لان الوولز هنا ثين، فبقى عندي انتر سيلولار سبيس موجود. انما لو الوول ده ثيك، تمام، والوول ده ثيك والوول ده ثيك، يحصل ايه؟ يبتدي ما يبقاش فيه اساسا مسافه بينيه موجوده، فهمتوا ازاي؟ فيبقى تاني ما عنديش هنا اصلا انتر سيلولار سبيسز موجوده بشكل كبير، وبالتالي بقى عندي ثيك وول وذ نو انتر سيلولار ايه سبيسز. وهنلاحظ ان الوولز بتاعت الكولينكما بنقول عليها ان ايفنلي ثيكند، ان ايفنلي يعني مش كلها متساويه الثيكنينج، اماكن بتكون فيها ثيكنينج اكتر من اماكن تانية، خلاص كده. ولكنها اهم حاجه ايه، نون لجنيفايد، ما فيهاش لجنين، ليه؟ عشان الفلكسيبيليتي، عشان تدي فلكسيبيليتي للبارتس اللي احنا محتاجينها هنا. ما ينفعش عمرك شفت ليف تبقى ناشفه قوي ما بتبقاش بتتحرك، مستحيل. عمرك شفت ستيم هيربيشيس يعني مش وودي وما بيتحركش معاك ويبقى مرن؟ لا. وبالتالي ده سبب وجود الكولينكما ايه، تيشو، تمام. هنا بوريك انواع الثيكنينج اللي بتكون موجوده في الكولينكما. فبنلاحظ مثلا زي ما قلت لكم ان اغلبيه الثيكنينج اللي بيكون موجود بيكون سيلولوز، لان في كتير من الاحيان الوول بيكون برايمري اصلا، فنادرا لما بتلاقي بارينكما تيشو يكون مثلا فيها سوبرين او كيوتيكل او كايتن، يعني او كايتن او 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 ميوسلج، قليل. الاساس هو السيلولوز بس بيكون ثيك، في سيلولوز كتير. فممكن يكون ايه بقى موجود فين؟ ممكن يكون في الانجلز بتاعه الخلايا، يعني ادي خلايا اهي موجوده جنب بعضها، في الانجلز هنا تبقى الثيكنينج كتير قوي، عشان كده احنا بنقول ان ايفنلي ثيكند، يعني الثيكنينج متركز في اماكن معينه. فممكن يكون متركز في الانجلز بس بتاعت الخلايا، شايفين عامل ازاي، ده بنسميه هنا برضو باين قوي، واضح هنا برضو واضح، انجولر كولينكما بنقول عليه، انجولر كولينكما، خلاص. النوع الثاني بيكون متركز في التانجنس بتاعت الخلايا، يعني تانجنس يعني الممسات، الخطوط اللي ماشيه بالعرض عامله مماس كده مع الايه، مع الوولز بتاعت الخلايا، فتلاقيه بصوا موجود ازاي، تمام، ده بنسميه لاميلر كولينكما، لاميلر ايه كولينكما. يبقى كده عندنا نوعين من الثيكنينج، انجولر ثيكنينج ولاميلر ايه، ولاميلر ثيكنينج، حسب بقى الشكل بتاعه عامل ازاي، تمام. النوع الثالث اللي انا عايز اكلمكم عليه يا شباب هو السكلينكيماتس تيشو، ده اخر نوع هنختم بيه المحاضره النهارده ان شاء الله. النوع ده بقى من الخلايا مختلف تماما عن البارينكيما والكولينكيما. احنا الاصل في البارينكيما والكولينكيما انها ليفينج سيلز، هي خلايا حيه، بعضها بتكون ميتابولايزنج زي البارينكيما، وبالتالي الوول بتاعها ما بيبقاش ثيك قوي ومش محتاجين فيه ثيكنينج كتير، ودورها اكتر متعلق بالتخزين والفوتوسنثيسيس والكلام ده. مجموعه ثانيه بتكون ليفينج ميكانيكال، فدي بتديني حاجه اسمها فليكسيبل ستراكشرال سبورت، يعني سبورت للاورجان نفسه، ولكن في فليكسيبيليتي عاليه في الحركه، وبالتالي ده الكولينكيما، وبالتالي الوول بيبقى ثيكند بس ما فيهوش لجنين، غالبا بيكون فيه سيلولوز. المجموعه الثالثه اللي هي السكلينكيماتس تيشو، دي بتكون عباره عن ديد سيلز، خلايا ميته، تمام. وبالتالي اهم حاجه في الخلايا الميته دي ان يكون فيها سكندري وول متكون، لان حصل لها ماتيوريشن خلاص وبدات تكون السكندري وولز بتاعتها وتموت، وبالتالي بيكون عندي فيري ثيك وول، الوول بيكون ثيك جدا ولازم يكون لجنيفايد، ودايما اللجنين بيكون في السكندري وولز وممكن يمتد للبرايمري وولز والميدل لاميلا كمان، واضحين. يبقى ده كده ايه اسمه سكلينكيماتس تيشو، عنده ثيك وول، الوول كبير جدا وتخين جدا، تمام، ومش عباره عن برايمري وول بس، ده لازم يكون فيه سكندري وول بشكل كبير، والسكندري وول ده لازم يكون فيه لجنين، تمام. وبالتالي كده ده بيعمل لي حاجه اسمها نون فليكسيبل ستراكشرال سبورت، وده اهم وظيفه للسكلينكيماتس تيشو، ان يدي ستراكشرال سبورت وما يكونش فيه فليكسيبيليتي، يكون فيه ريجيديتي، يعني قوة وصلابة جامدة جدا من غير أي نوع من أنواع الإيه؟ الفلكسبيليتي، بس كده، تمام؟ وبالتالي ده نقدر نعتبره ديد ميكانيكال تيشو.
ميكانيكال بس هنا ما فيهوش حركه بقى، عشان كده سميناه ايه؟ نون فليكسبل. تمام، يبقى ده نقدر نعتبره كده ديد ميكانيكال. لو قلت لك ايه هو الليفنج ميتابولايزنج تيشو يبقى هو البارينكيما تيشو، ايه هو الليفنج ميكانيكال تيشو يبقى هو الكولينكيما، ايه هو الديد ميكانيكال تيشو يبقى هو السكيدرينكيما. طب مين اللي بيعمل الفليكسبل ستراكشرال سبورت؟ الكولينكيما. مين اللي بيعمل النون فليكسبل ستراكشرال سبورت؟ السكيدرينكيما. طب ليه ده بيعمل الفليكسبل اللي هو الكولينكيما، ليه بيعمل الفليكسبل ستراكشرال سبورت؟ لان هو فيه سيلولوز ما فيهوش لجنين، انما السكيدرينكيما العكس فيها لجنين، فبتعمل النون فليكسبل ايه ستراكشرال سبورت. يبقى كده انتوا فهمتوا الفكره عامله ازاي. عشان كده دايما نقول ان السكيدرينكيماتس تيشو ده موجود دايما في السكندري سيلول عشان يديله زي ما قلت لكم الهاردنس بتاعته، القوه بتاعته. تمام، وبيكون في ثيكنينج كتير جدا وما يقدرش يعمل بقى ستريتشنج خلاص ولا الونجيشن، لان خلايا اوريدي ماتت خلاص، فما بيحصلش بقى ولا الونجيشن فيها ولا تكبر ولا يحصل فيها اي نوع من انواع الايه الاستريتشنج. تمام، زي الوود كده، زي الخشب اللي بنشوفه في التريز، دي عباره عن خلايا ميته كلها خلاص وبقى فيها ثيكنينج جامد جدا وبقت هارد او ريجيد زي ما انتم بتشوفوه. هو ده السكندرينكيماتس ايه تيشو. واضح؟ طيب تعالوا بقى نشوف مثلا هنا الاستراكشر بتاع السكيدرينكيماتس تيشو ده بيترجم لايه. قال لك ان احنا الخلايا بتاعتنا بتعمل حاجه من اتنين، يا تعمل فايبرس، يبقى نوع من السكيدرينكيماتس تيشو اسمه الفايبرس، وفي نوع تاني اسمه السكيدرويدز زي اللي هنا ده. اللي هنا ده عباره عن سكيدرويدز، هنا شايفين الخلايا حصل لها سبيشاليزيشن وتحولت لايه لسكيدرويد سيلز، او الخلايا حصل لها سبيشاليزيشن وتحولت لفايبر سيلز زي هنا كده. ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالوا نشوف مبدئيا كده. طبعا هي موجود الفرق في السلايد اللي جاي بس انا عايز اوريه لكم هنا الاول. مبدئيا كده سواء كان عندي سكيدرويدز او فايبرز هما الاثنين سكيدرينكيماتس تيشو، وبالتالي ذات سيلز ثيك ليجنيفايد وولز. خلاص عندي سكندري وول في لجنين كتير جدا وفيري ثيك، وطبعا ريجيد سيلز خلايا والتيشو بتاعها بيكون ريجيد جدا قوي جدا سترونج، بيدي نون فليكسبل ستراكشر سبورت. نفس الكلام اللي ينطبق هنا ينطبق هنا. فروقات بقى بسيطه قوي. اول فرق في الشكل، السكيدرويد سيلز دايما بتكون ايزو دايمتريك شويه، وعرفنا كلمه ايزو دايمتريك دي لما كنا بنتكلم فين في البارينكيما سيلز. ممكن تكون الونجيتد بس عمر ما طولها يبقى اطول بكتير من عرضها، يعني دايما بتكون ايه حتى لو طويله شويه او يعني الونجيتد شويه بتكون مش طويله قوي. فهمتوا ازاي؟ فدي فكره ايه السكيدرويد. طبعا بيكون عندها فيري ثيك ليجنيفايد وول طبيعي زي اي سكيدرينكيماتس تيشو. وانت اللي هو اللي هنا ده لو بصيتوا هنا كده انت عندك برايمري وول بره وعندك السكندري وول اهو، كل الاصفر ده ثيك ليجنيفايد وول كبير جدا. ولازم بتلاقي في وسط الخليه، ما دي خليه اي نعم هي ذات سيل ولكن في خليه، وبالتالي المفروض ان كان في السنتر في السيتوبلازما بقى والبروتوبلاست والكلام ده. ده بيترجم لحاجه اسمها اليومن في الاخر، بعد ما بتموت بيبقى عندي في الاخر كده فراغ جوه الخليه اسمه الايه؟ اسمه اليومن، وده ما بيكونش فيه لجنين عشان كده سميناه اليومن، ما بيكونش فيه لجنين لان ده مكان اساسا تواجد الاورجانلز، فده عمره ما بيكون فيه ايه؟ فيه لجنين. يبقى ده تركيب السكلرايد تقريبا. اليومن ده ممكن تشوفه قدامك بعينك كده تحت الميكروسكوب، فنقول عليه وايد ليومن، بيكون فراغ ابيض كده لان الجنين دايما بيكون لونه اصفر، فبالتالي بتشوف اللون الاصفر وبتشوف في وسطه كده فراغ ابيض، فده بيكون ليومن. لو شفته كويس يبقى ده وايد ليومن، يبقى اليومن هنا موجود كويس. انما لو الجنين كتير قوي والول فيري ثيك يبتدي يغطي على اليومن ده، فتشوف اليومن ده خفيف جدا او تقريبا ما تشوفوش، فيبقى عندك حاجه اسمها نارو اليومن. بس مش معنى ان انت ما شفتوش ان هو مش موجود، لا هو موجود خلاص كده ولكن ضيق جدا، فبنقول عليه نارو ليومن. يبقى دي السكيدرويد سيل. يبقى السكيدرويد سيل بتكون موجوده طبعا في ايه؟ في مجموعات بحيث انها تعمل السكيدرينكيماتس تيشو اللي هو على شكل سكيدرويدز، ده تركيبه. تمام؟ تعالوا نشوف بقى الفايبر. الفايبر بصوا على الاستراكشر بتاعها هتلاقوها قريبه جدا مش بعيده يعني، بس هو في فرق كبير جدا في الفايبر لما تيجي تشوفها. الفايبر عموما الخلايا بتاعتها بتبقى فيري الونجيتد، يعني طويلة جدا مقارنة ببتاعة السكيدرويد، وهتبان معانا قوي في السلايد اللي جاي. يمكن هنا مش باينة عشان ده حاجة اسمها ترانسفيرس سكشن يعني تي اس، فكلهم بيبانوا تقريبا الخلايا بتبان ما بيبانش فيها فروقات كبيرة قوي لأن ده قطاع عرضي، يعني بشوف الخلايا من ايه بالعرض مش بشكلها الحقيقي، فاهمين قصدي؟ قاطع بالعرض في الأورجن يعني، فلما أشوفها من فوق كده بعد القطاع العرضي ده ألاقي الخلايا زي ما تكون ايه كأني باصص عليها من 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 جزء منها مش بشكلها الكامل، فاهمين قصدي؟ زي البطيخة كده، البطيخة كده لما تشوفها على بعضها ده شكلها الكامل، إنما لما تقطع فيها قطاع عرضي وتبص من جواها فأنت بتشوف الشكل من فوق بس، النص دايرة اللي فوق ده، هو دي نفس فكرة الايه السل. أنا بحاول أبسط لكم الدنيا يعني خلاص. فبالتالي يبقى هنا الشكل بتاع الفايبر هيكون مختلف تماما لما نيجي نشوفه في السلايد اللي جاي. لا دي هتكون elongated كويس جدا، too much elongated يعني elongated كويس قوي، وهيكون فيها ايه
اطراف بنقول عليها تابرنج اندز، يعني الاندز بتاعتها ممكن تكون مسحوبه شويه، يبقى هي طويله ومسحوبه من الاطراف كمان، يعني ممكن تكون ماشيه بعرض معين بس على الاطراف تضيق تتسحب، عارفين زي ما تكون اتسحبت كده وبقى الاطراف بتاعتها ارفع، فدي بنقول عليها ان عندها تابرنج اندز. وبرده عندها الفيري سترونج او فيري ثيك لينيفايد وول، وعندها برده النارو ليومن. تمام كده. ممكن تكون الول بتاعها بيتد، يعني ايه بيتد؟ يعني يكون في بيتس خفيفه جدا. وفي كتير من الفايبرز برضو بتشوف ان الول بتاعها ما بيفضلش ستريت، بيبقى تورتشوس. يعني ايه تورتشوس؟ يعني يبقى متعرج، تحس ان هو ويفي شويه الول، ما بيبقاش ستريت وول. تمام، تعالوا بقى نشوف نطبق الكلام ده في السلايد اللي جاي، انا كاتب كل الكلام ده في السلايد اللي جاي. ده الفرق ما بين السكلرايدز وما بين الفايبرز، هم دول السكلرايميتس تيشو، يا هلاقيه كده يا هلاقيه كده حسب البلانت. ادي شكل السكلرايدز وادي شكل الفايبرز بقى كامله على بعضها، اظن الفرق بينهم واضح جدا. شايفين ازاي؟ هنا الفايبر لما كنت بشوفها في السلايد اللي فاتت كنت بشوف قطاع عرضي منها، يعني بشوفها من فوق زي ما قلت لكم، فبشوف جزء بس الفوقاني، انما ما بشوفش شكلها كلها. فهنا باين قوي الفرق بين الاثنين، ان الاثنين ثيك لينيفايد وولز او سيلز، عندهم وولز ثيك ولينيفايد، وعندهم نارو او وايد ليومن. خلاص كده. والاهم الشكل بتاعها، الاولانيه بتكون ايزو دايمتريك اللي هي السكلرايدز، او بتكون الونجيتد، بس قلت لكم عمرها ما بتكون طويله قوي، بيكون اللينث بتاعها نيفر ماني تايمز از ذا ويث، يعني مش زي الويث بتاعها ابدا، او مش اكبر من الويث بتاعها بكتير، يعني مرتين بالكتير قوي. تمام، ما تبقاش طويله قوي يعني. خلاص، وده الفرق بينها وبين الفايبر. الفايبر برضو ديد لينيفايد سيلز، فيها ثيك لينيفايد وول، ولكنها بتكون الونجيتد جدا وممكن تكون بيتد زي ما شرحت لكم. بس لما بصينا عليها في التي اس كنت تحس ان الشكل بتاعها بوليجونال، يعني متعدده الاضلاع. ده امتى؟ لو بصيت عليها زي ما قلت لكم في القطاع العرضي، يعني لو قطعت هنا كده حته وبصيت من فوق من هنا، تمام، هلاقي ان الخلايا شكلها فعلا بوليجونال. خلاص كده، تمام، زي ما شفناها في السلايد اللي فاتت. ولو بصيتوا على شكلها الكامل فعلا عندي pointed ends، شايفين الاند عامله ازاي؟ الاندز من هنا ومن هنا، تحس انها مسحوبه شويه او عامله يعني زي ما تكون ايه، راس سيف كده. تمام، دي pointed ends بنقول عليها tapering pointed ends. تمام، وقلنا ان ممكن الاوتلاين بتاعها يكون tortuous يعني ويفي. ده تقريبا الفرق في الاستراكشر ما بين السكلرويدز والايه والفايبرز. هنا برضو لو بصينا دي رسومات ليهم، بس مجرد ان احنا راسمينهم، عشان برضو لو هنطلب منكم رسمهم في العملي لما تيجوا تشوفوهم. طبعا انتوا هتتفرجوا على الكلام ده في العملي تحت الميكروسكوب وتشوفوا الفرق بين الفايبرز والسكلرويدز. واضح جدا الفرق هنا، شايفين الفايبر ازاي الونجيتد، تمام، هنا السكلرويد ازاي ايزو دايمتريك او بتبقى الونجيتد شويه، شايفين الالونجيشن بتاعها عامل ازاي، الالونجيشن خفيف جدا، تمام، فبالتالي عمر ما طولها بيبقى اكتر من عرضها الا بحاجه بسيطه، مره او مرتين بس. وهتلاحظوا ان الول في الاثنين سواء هنا او هنا بيكون ثيك، سواء في السكيدرايز او في الفايبرز الول ثيك جدا، تمام. اليومن ممكن يكون نارو وممكن يكون وايد، اللي هو المسافه الداخليه اللي جوه دي اليومن، سواء في الفايبر او في السكيدرايز، هنا مثلا وايد شويه، هنا نارو شويه في السكيدرايز، هنا وايد شويه في الفايبر، وهنا نارو شويه، فممكن تكون كده وممكن تكون كده. خلاص، هتلاحظوا ان الول بتاع الفايبر شويه ممكن يكون تورتشوس، شايفين عامل ازاي، ممكن يكون متعرج شويه، ما بيكونش ستريت قوي، وفي بعض الاحيان التانيه ممكن يكون ستريت. خلاص، ممكن في بعض الاحيان اشوف الفايبر واشوف معاه حاجات تانيه زي الكريستال شيث اوف كالسيوم اوكزاليت مثلا، دي هنشوفها كمان بعدين يعني، ولكن مبدئيا دلوقتي نعرف الكلام ده. يبقى الول هنا سترونج وثيك لينيفايد وول، وطبعا الخلايا دي كلها داد سواء دي او دي، تمام. في بعض الاحيان ممكن الاقي الفايبر بيتد، بيتد يعني ايه؟ يعني عليها نقط كده او خرام كده صغيره في الول بتاعها، تمام. ده تقريبا الايه الاستراكشر. هنا برضو باين قوي الايزو دايمتريك سيلز، وباين قوي الالونجيتد سيلز، دي ايزو دايمتريك شويه ودي الونجيتد شويه كاسكلرايدز. هنا اليومن واسع قوي، هنا اليومن ضيق قوي زي ما شفنا، بس كده، مفيش فروقات تانية بينهم وبين بعض يعني. خلاص، اظن الاستراكشرز بتاعتهم واضحه. يبقى لو قلت لك حتى مين الاكبر من مين، باين قوي ان الفايبر بتبقى اكبر بكتير من السكيدرويد، ودايما السكيدرويد بتكون موجوده في يعني تجميعات في كتير من الاحيان ان جروبس، وممكن برضو تكون موجوده ايزوليتد. الفايبرز اغلبيتها بتكون ايزوليتد، يعني تشوف الفايبر لوحده، قليل قوي لما تشوف تجمعات فايبرز مع بعض. خلاص، ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للشغل ده. يا رب ما اكونش طولت عليكم كده، احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا على خير. لو في عندكم اي اسئله برضو ابعتولي، وان شاء الله برضو هحاول نعمل ميتنج باذن الله
يعني بعد محاضرتين او ثلاثه نعمل ميتنج كده ان شاء الله، على يعني بعد 3 محاضرات غالبا نعمل ميتنج على الـ3 محاضرات، نشوف لو عندكم مشاكل فيهم تكونوا ذاكرتوا على خير باذن الله. طبعا برضو هتفق معاكم ان شاء الله ان هيكون في كويز في المحاضرات، هبقول لكم باذن الله ربنا يسهل، لسه هتفق مع دكتوره سمر عليه، بحيث الكويز ده هيكون على في التيوتوريال، يعني هيتعمل في التيوتوريال على المحاضره اللي انت ذاكرتها عشان تذاكر المحاضرات اول باول، بس ده لسه هبلغكم بيه يعني مش دلوقتي، خلاص ان شاء الله. بس اهم حاجه نذاكر اول باول، كل محاضره تنزل نذاكرها عشان نبقى مستعدين. شكرا ليكم يا شباب، سلام عليكم.